أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من دورة أوتوكاد. في هذه المحاضرة راح نبدأ بنبذة مبسطة جدا عن برنامج أوتوكاد، وطبعا راح نشرح الواجهة الأساسية لهذا البرنامج مع أحد أوامر الرسم المهمة جدا والشائعة اللي هو الأمر لاين، وراح ناخذ مثال بسيط على هذا الأمر. في البداية، برنامج أوتوكاد هو من أشهر البرامج اللي مختص في الرسم الهندسي. طبعا الرسم الهندسي بكافة أنواعه، سواء كان الميكانيكي، المعماري، المدني، الإنشائي، وحتى الرسم الكهربائي والجغرافي اللي هو الجيولوجي، ورسومات متعددة، وأيضا يستخدم في الزخارف وقضايا أخرى عديدة. طبعا برنامج أوتوكاد تابع لشركة أوتوديسك الشهيرة، وهو توأم وأخ لبرنامج 3D SMAX اللي هو مختص بالأنيميشن والنمذجة. طبعا برنامج أوتوكاد متعدد المهام مثل ما نوهنا، ويوجد منه نسخ عديدة، إصدارات عديدة لبرنامج الأوتوكاد. طبعا يوجد أوتوكاد 2000 ويصعد 2002 و4 و5 و10، وطبعا نسخ جديدة ب 2017 و18، وممكن لحد وصل لحد 2020. طيب طبعا أنا في هذه النسخة استخدم نسخة أوتوكاد 2016، وفي الغالب النسخ يعني متشابهة فيما بعضها، يعني ما عدا هنالك مميزات ممكن نستغني عنها إذا ما متوفر عندنا نسخة حديثة. يعني أيا كان النسخة عندك 2010 2020 لا بس، كل هذه النسخ تشتغل، ولكن أنصح أنه ما تكون أقل من 2010. ليش؟ حتى نضمن وجود الرايبونز أو التاب هذه الموجودة. هذه التاب تم إضافتها بنسخة 2010 فما فوق. طبعا بعد ما نفتح برنامج أوتوكاد ممكن تطلع لنا نوافذ خاصة بالتيتوريالز تعليم، ونوافذ خاصة بالتيبس بعض النقاط المهمة ممكن نتخطاها. راح تظهر عندنا هذه النافذة، بالأعلى هنا عندنا شريط اسمه Quick Access، وطبعا هذه اللي هي علامة الأي اللي هي أيكون خاصة بالأوتوكاد. عندما أضغط عليها راح تظهر لي مجموعة من النوافذ، من ضمن هذه النوافذ هي نافذة New، وطبعا نافذة Open أكيد. نافذة New اللي هي تفتح لنا صفحة أو ورقة عمل جديدة. نافذة Open نقدر من خلالها نفتح ملفات سابقة تم إنشائها بالبرنامج. بما أنه أنا فتحت البرنامج جديد راح أضغط على New. طبعا في الغالب نختار ACAD ISO WT ومن ثم Open. راح تظهر لنا النافذة بهذا الشكل اللي هو اللون الشهير، اللون الأسود. طبعا نقدر احنا نغير هذا اللون، ونقدر نتحكم بشكل كامل بالبرنامج، ولكن أنا أنصح باللون الأسود لعدة أسباب. السبب الأول هو مريح للعين، والسبب الثاني هو راح يزيد لي من كمية الشحن، لأن اللون الأبيض يصرف طاقة كثير عند الاستخدام، والمعروف أن برنامج أوتوكاد يعني ساعات العمل عليه طويلة. لو كان هذا اللون هو أبيض بالتالي الشحن راح يقل بنسبة كبيرة، وأيضا مثل ما نوهنا غير مريح للعين. طبعا عندنا أنا بالأعلى مجموعة من الأوامر اللي هي حفظ وطباعة، وطبعا New وOpen، وهنا أنا عندي مجموعة من القوائم اللي هي قائمة Annotate وView وManage، ومجموعة من القوائم، وأشهر هذه القوائم هي قائمة هوم. قائمة هوم تحتوي على مجموعة خانات درو، موديفاي، وعندنا annotation، layers، block، properties، group، utility، ومجموعة أخرى أيضا من القوائم. جيد، بالأسفل عندنا هنا لوحة الرسم اللي هي الجزء المهم بالبرنامج اللي من خلاله راح نقدر نرسم الرسومات الهندسية. هنا عندنا الكوموند لاين، مربع أو شريط الأوامر، أيضا مهم جدا في بعض الأوامر راح نحتاجه، وراح نقدر نتخاطب ويا البرنامج من خلال هذا الشريط. جيد، عندنا بالأسفل هنا أدوات الأوسناب والجريد، أيضا راح نشرحها إن شاء الله بالمحاضرات القادمة. جيد،
طبعا عندنا هنا هوم مقسمه الى draw اللي هي اوامر الرسم، ثاني مجموعه من الادوات، وعندنا هنا modify اللي هي اوامر التعديل. طبعا هذه المجموعه مهمه جدا وراح نركز عليها بمحاضره او محاضرات عديده حتى نقدر نفهمها بشكل كامل. عندنا هنا من ضمن الاوامر المهمه اللي هي line و polyline، وعندنا circle و arc، وايضا عندنا ريكتانجل، وعندنا طبعا اليبس. طيب اللاين هو الخط، عندما اخلي الماوس على العلامه او علامه اللاين راح يظهر لي شرح مبسط اللي هو اللاين، وطبعا يظهر لي مثل ما نلاحظ انه رسم مبسط لهذه الاداه، اي انه من خلال هذه الاداه نقدر نرسم خطوط، وهذه الخطوط عاده تكون بين نقطتين او ثلاثه وهكذا. جيد، حتى اقدر ارسم خط اضغط كليك على الامر لاين، طبعا راح يتحول الماوس الى خطين، وراح يطلب من عندي انه ارسم النقطه الاولى للخط. طبعا هنا specify first point، ارسم النقطه الاولى، راح اضغط كليك، هذه هي النقطه الاولى، وطبعا راح يطلب من عندي specify next point، حدد النقطه التاليه، راح اضغط كليك حتى ارسم النقطة التالية. طبعا اصبح عندي بين نقطتين خط اول، وهكذا ابدي ارسم خطوط بالامر لاين. طبعا الامر لاين من اهم الاوامر واللي راح نتعلم كيفية استخدامه وتوظيفه بالخطوط بشكل متكامل. طيب عندما انا رسمت مجموعة من الخطوط وحبيت انهي الامر، اضغط انتر يا اما كليك ايمن كلوز، يا اما اضغط انتر من الكيبورد، بالتالي راح يتم انهاء الامر لاين. طيب عندنا نانا لاين وعندنا بولي لاين. الامر لاين هو يرسم لي خطوط متقطعه، مثل ما نلاحظ هذا خط وهذا الخط الثاني الخط الثالث وهكذا، مجموعه من الخطوط، هذه الخطوط راح يتم رسمها من خلال الامر لاين. اما الامر بولي لاين راح يرسم لي خطوط مستمرة متصلة مع بعضها. أضغط انتر، إذا ألاحظ هذا الخط عندما أحدده يتحدد قطعة واحدة، هذا الخط لا يتحدد واحدة، وبالتالي أقدر أحدد بقية الحدود من خلال كليكات بالماوس. ليش؟ لأن هذه متصلة مع بعض، هذه منفصلة مع بعض. البولي لاين يرسم لي خطوط متصلة، واللاين يرسم لي خطوط منفصلة. جيد، حتى أمسح هذه الخطوط احددهن، طبعا التحديد عندي اما تحديد يكون من اليمين الى اليسار ومن اليسار الى اليمين، او ممكن اضغط كنترول اي من الكيبورد. طبعا حتى امسح هذه الخطوط اما اضغط ديليت من الكيبورد، او اجي الى الامر ريزر اللي هو مسح، هذه علامه المساحه راح يمسح لي الخطوط الموجوده. طيب طبعا الاوتوكاد بسيط جدا ويعني سهل وسلس، فقط يحتاج شويه تركيز، وبالتالي راح يكون البرنامج سهل جدا. طبعا راح ناخذ مثال توضيحي وتطبيقي على الامر لاين، ايضا راح نفهم الامر لاين بشكل اوسع، وايضا راح ندخل باجواء الرسم الهندسي بالمحاضره الاولى. طبعا انا احب انه بالمحاضرات الاولى ندخل دايركت بالاجواء التطبيقيه حتى نفهم انه هذه الاوامر وين راح نستخدمها، وبنفس الوقت انه راح يصير عندنا شجاعه انه نرسم بالمحاضرات القادمه. يعني باول محاضره نقدر نرسم لوحه هندسيه، بالمحاضره الخامسه راح نقدر نرسم اقوى لوحه هندسيه ان شاء الله. جيد، طبعا اكو بعض الملاحظات قبل ما نبدا بالرسم التطبيقي، لابد انه نوضع مقياس الرسم. مقياس الرسم مهم جدا. طبعا اذا اجي هنا على علامة الاوتوكاد او الكويك اكسس، اجي الى drawing utilities ومن ثم units اللي هو وحدات القياس او الرسم، راح تظهر لي هذه النافذة. طبعا هنا عندنا التايب اللي هو النظام الرسم، راح نخلي decimal، وطبعا عندنا هنا بالاسفل عندنا يونت سكيل، طبعا عندنا هنا وحدات القياس، وطبعا هذه وحدات القياس نختارها على حسب نوع الرسم، اذا كان الرسم معماري او انشائي او مدني ضروري انه نختار مترز، طبعا هذا هو المترز، واذا كان الرسم ميكانيكي او رسم اخر نختار سنتيمتر. جيد، ومن ثم نضغط على اوكي.
إذا أجي هنا على الأمر لاين وأضغط كليك وأخلي الماوس إلى اليمين وأكتب مثلا 5 سنتيمتر من الكيبورد ومن ثم أضغط على إنتر ومن ثم إنتر. ألاحظ أن البرنامج راح يرسم لي خط، ولكن هذا الخط بشكل صغير جدا حتى أكبره من خلال الرولة اللي هي بالماوس، الرولة الخاصة بالماوس أكبر، بالتالي راح يكون مقياس الرسم جيد ممتاز. الآن عندنا هذه اللوحة، طبعا هذه لوحة هندسية جدا سهلة وجدا بسيطة راح نرسمها، وأيضا راح تكون هي واجب المحاضرة الأولى رسم هذه اللوحة. جيد، راح نبين هذه اللوحة شنو هي. طبعا نجي إلى مثلا الرسم، هذه اللوحة تبدأ بهذا الخط، طبعا ممكن نختار سايز كبير، ممكن هذا السايز. عندنا مثلا هذا الخط، راح تبدأ بهذا الخط. طبعا هذا الخط مقاسه هو 20، راح يكون 20 سنتيمتر، وطبعا هذا الخط يرتفع إلى الأعلى، هذا الخط اللي هو بالأعلى مقاسه 50، هذا هنا مقاسه 50. عندنا خط إلى اليمين مقاسه 20، خط إلى الأعلى مقاسه شقد 40، هذا هنا مطينا إياه، وخط إلى اليمين مقاسه 70، إلى الأسفل مقاسه 20، إلى اليمين خط آخر 40، وإلى الأسفل 60، ومن ثم خط إلى اليسار 30، و30 أيضا إلى الأعلى وإلى اليسار 60، وعدنا هنا 20 هذا الخط، و20 هذا الخط، و20 هذا الخط، وبالتالي راح تكتمل اللوحة. ممتاز، راح نرسم هذه الرسمة، رسمة بسيطة جدا، ولكن ممكن بعض الأشخاص يعني جديدين على البرنامج وجديدين على الرسم الهندسي ممكن شوية يعانون، ولكن هي بسيطة جدا جدا، فقط تعيد المحاضرة أو تعيد هذه الرسمة على البرنامج مرة مرتين راح تكون جدا سهلة. جيد، نبدي على بركة الله. طبعا راح أرسم أنا الخطوط. طبعا بإمكانك تبدأ من اليمين، بإمكانك تبدأ من اليسار، بالنقطة اللي يعجبك تبدأ بها. أنا راح أبدأ من هنا، راح أرسم 20 ب50 ب20. جيد، فأجي إلى اللاين وراح أضغط هنا كليك، وبس أخلي الماوس إلى اليسار، راح يطلب من عندي أحدد طول الخط، طبعا راح يكون 20، وراح أصعد إلى اليسار راح يكون 50. جيد، طبعا أصغر بالرولة وحتى أحرك أبقى ضاغط على الرولة وأتحكم بالرسمة. جيد، فإذا رسمت 20 ب50 راح أرسم 20 ب40 ب70. جيد، أروح على اللاين مرة ثانية، أضغط كليك هنا وأتقدم 20 وراح أصعد 40 وراح أمشي إلى اليمين 70 ومن ثم أوكي أو إنتر من الكيبورد. جيد، رسمت هذا الجزء، طبعا هذا كله رسمته، هذا رسمته. جيد، راح ننزل 20 ونمشي 40 وننزل 60. جيد، راح ننزل 20، طبعا آسف، ننزل نخلي الماوس بشكل مستقيم 20، وراح نمشي 40 وراح ننزل 60، راح أضغط إنتر حتى أتأكد من القياسات. جيد، فإذا 20 ب40 ب60، ممتاز. بعدها راح أرسم خط 30 ب30 ب60. جيد، طبعا راح أرسم خط 30 ب30 ومن ثم ب60، أروح على اللاين وطبعا راح أمشي، طبعا احدد انه تراجع اسكيب، راح اخلي الماوس يكون مستقيم وراح اكتب 30، راح اصعد 30، ممتاز، وراح امشي 60 ومن ثم اوكي. طبعا كملنا 30 ب30 ب60 وقعدنا 20 ب20 ب20 وينتهي الرسم. جيد، طبعا نجي الى الامر لاين، راح انزل 20 وراح امشي 20 وراح اجي انزل الى الاسفل
20 راح ألاحظ أنه هذه الرسمة تمت بنجاح، والحمد لله رسمة بسيطة جدا وهي مشابهة لهذه الرسمة اللي هي باللون الأحمر. طبعا في البداية راح ننشئ ورقة رسم جديد أو شيت جديدة. الآن راح نجي نفتح شيت جديد، طبعا نجي إلى الكويك أكسس ومن ثم طبعا نيوم، ونختار ايكاد ايزو دي دبليو تي، ومن ثم اوبن. ممتاز، تعلمنا الامر لاين والامر بولي لاين، وقلنا طبعا الامر لاين يرسم لنا خطوط منفصلة، والامر بولي لاين يرسم لنا خطوط متصلة. يعني عندما اجي احدد هذا الخط اللي رسمته باللاين راح تكون الخطوط منفصلة، اضغط سكيب راح يلغي لي التحديد. اما اذا اجي احدد هذه الخطوط اللي مرسومة بالامر بولي لاين راح تكون كلها متصلة مع بعض. راح اضغط على كنترول اي حتى احددها كلها، ومن ثم ديليت. نجي الى الامر سيركل. طبعا الامر سيركل يحتوي على مجموعة من الاوامر. مبدئيا راح ناخذ بعض هذه الاوامر، وبقية الامور راح ناخذها ان شاء الله بالامثلة التطبيقية. طبعا عندنا هنا اول امر اللي هو سنتر راديوس. سنتر راديوس يعني نقدر نرسم دائرة من خلال نحدد السنتر ومن ثم راديوس. شنو يعني راديوس؟ راديوس يعني نصف قطر. جيد، يعني انا مثلا عندي دائرة نصف قطرها 20 او نصف قطرها 50، فاجي هنا الى سنتر واحدد السنتر. طبعا هنا سبيسيفاي سنتر راح يقول لي حدد لي مركز الدائره، اضغط بالماوس كليك وراح يقول لي حدد لي نصف قطر الدائره. مثلا راح اكتب 50 من الكيبورد ومن ثم موافق. اذا الاحظ انه هذه الدائره نصف قطرها 50، مثلا دائره نصف قطرها 67، فاجي لهنا الى السيركل واحدد المركز واختار مثلا 67 ومن ثم موافق. صار عندي دائرة معروف نصف قطرها. جيد، راح احذفهن من خلال الديليت. ثاني امر اللي هو سنتر دايميتر. شنو يعني سنتر دايميتر؟ يعني انه انا عندي القطر وليس نصف القطر. طيب شنو يعني قطر وشنو يعني نصف قطر؟ خلي اجي ارسم دائرة. نصف قطر اللي هو راح يكون بالمركز، يعني هاي المسافة تسمى نصف قطر. المسافة من المركز إلى نهاية الدائرة تسمى نصف قطر. أما القطر المسافة من نهاية الدائرة إلى نهاية الدائرة الأخرى، يعني هذه المسافة كلها القطر. يعني باختصار القطر هو ضعف نصف القطر. يعني إذا دائرة نصف قطرها 50، القطر هو 50 × 2 يساوي 100. جيد، مثلا عندي دائرة قطرها 100، فأجي أختار السنتر دايميتر، راح أحدد نصف القطر، وطبعا راح يطلب من عندي تحديد القطر اللي هو 100 ومن ثم أوكي. أو عندي دائرة قطرها 150، نجي سنتر دايميتر ونختار المركز ومن ثم نكتب 150 القطر ومن ثم أوكي. جيد، الآن تعلمنا شلون نرسم دائرة بنصف القطر وشون نرسم دائرة بالقطر. جيد، عندي هنا 2 point و 3 point. شنو يعني؟ يعني مثلا أنا عندي خط، هذا خط انتر، وعندي خط آخر، هذا خط آخر. جيد، عندي هذين خطين، هذه نقطة وهذه نقطة، وحبيت أرسم دائرة ما بين هذه النقطة وما بين هذه النقطة، وما أعرف المساحة، لا القطر ولا أعرف نصف القطر. ما عندي هذا نصف القطر شقد ولا عندي القطر شقد، ولكن اللي عندي انه الدائرة تمس هاي النقطة وتمس هاي النقطة. شنو اللي اختار وشون ارسم هاي الدائرة؟ اجي الى الامر سيركل واختار 2 بوينت. طبعا راح يطلب من عندي تحديد النقطة الاولى، احددها بالماوس، ومن ثم احدد النقطة الثانية بالماوس، راح يرسم لي دائرة بين هذين الخطين من دون ان احدد لا نصف قطر ولا قطر. جيد جدا. جيد، هذه اللي هي 2 point. زين، ال 3 point شنو؟ عندي ثلاثة خطوط أو ثلاثة نقاط. يعني عندي هاي نقطة، أو مثلا خلينا نرسم خط عدل. عندي مثلا هذا خط
ومثلا هذا خط، وايضا باللاين عندي هذا خط. عندي هذه الخطوط الثلاثة، اريد ارسم دائرة تمس هذه الخطوط، وما عندي لا نصف القطر ولا عندي القطر، شنو اللي اسوي؟ راح اجي اختار الثري بوينت، هذه الثري بوينت، راح يقول لي حدد لي النقطة الاولى ومن ثم النقطة الثانية ومن ثم النقطة الثالثة، راح يرسم لي دائرة تمس الخطوط الثلاثة من دون ما احدد له لا نصف القطر ولا القطر. جيد، طبعا احرك، اضغط على الرول اللي بالماوس، ابقى ضاغط واحرك. زين، عندي بعد تان تان راديوس، وعندي تان تان تان. جيد، راح ناجل التان تان راديوس لاحقا حتى ناخذ مثال تطبيقي، ولكن راح نشرح التان تان تان. جيد، عندي دائره مثلا، هذه هي دائره، وبامكاني طبعا اضغط على انتر حتى اعيد الرسم دائره، وعندي هاي دائره وعندي هاي دائرة أخرى. جيد، عندي هاي مجموعة من الدوائر، طبعا هذني مجموعة من الدوائر مو نقاط، يعني إذا نجي لهنا هنا عندي نقاط، هاي نقطة وهاي نقطة وهاي نقطة، هنا عندي دوائر، هاي الدوائر مجموعة من النقاط، وأريد أرسم دائرة تمس هاي الدائرة وتمس هاي الدائرة وتمس هاي الدائرة، يعني تكون بهذه المنطقة، وما عندي لا نصف القطر ولا عندي القطر، شنو اللي أسوي؟ راح اخذ الى تان 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 اللي هو مماس اول، مماس ثاني، مماس ثالث، فاجي اضغط على هذا الامر، راح يقول لي حدد لي المماس الاول هذا، المماس الثاني هذا، المماس الثالث هو هذا، راح يرسم لي دائره بيناتهم. طبعا مو باللازم انه هذا يكون الاول، اي واحد ابدي بيه لا باس، المهم احددهم ثلاثه. هذا بالنسبه لي الامر سيركل. جيد، طبعا بالنسبة لي الارك يحتوي على مجموعة ضخمة من الاوامر، وان شاء الله راح نخصص له المحاضرة خاصة لرسم الارك لان مهم جدا. فقط راح نختار هسه الستارت سنتر اند، طبعا راح يطلب من عندي الستارت، حدد لي النقطة البداية وسبيسيفاي سنتر، وراح يطلب من عندي نقطة النهاية، مثلا هذه هي النقطة، راح يرسم لي قوس، اذا لاحظ هذا هو القوس، يعتمد على نقطة البداية والسنتر ونقطة النهاية. جيد، نجي إلى هذه الأوامر، عندنا هنا طبعا الريكتانجل، هذا الجزء اللي هو ريكتانجل، نضغط عليه. طبعا بالنسبة للريكتانجل نقدر نرسمه بعدة طرق، يا أما نقدر نرسمه من خلال طريقة الكورنر، يعني نحدد الركن الأول ونحدد الركن الثاني، هذا راح يرسم لي الريكتانجل من خلال الأركان، هذا الركن الأول وهذا الركن الثاني. طبعا هذه الطريقة تستخدم مثلا أنا لو عندي خط، هذا خط مثلا، وعندي هذا خط آخر مثلا، وحبيت أرسم مستطيل بهذه المنطقة، أجي إلى الريكتانجل وأحدد النقطة الأولى أو الركن الأول، أحدد الركن الثاني، راح يرسم لي هذا المستطيل. طبعا أستخدم هذه الطريقة في حال لو ما عندي يعني المساحة، ما أعرف هذا إيش قد وما أعرف هذا الارتفاع إيش قد، بس أعرف هاي النقطة وهاي النقطة وأريد مستطيل يمسه. جيد، نجي إلى الطريقة الثانية، راح نضغط على الريكتانجل. طبعا الطريقة الثانية اللي هي أريد أرسم مستطيل أعرف الطول والعرض، أو مربع أعرف الطول والارتفاع، راح أجي أحدد نقطة الركن الأول، أحددها بأي مكان أنا أريد الرسم، مثلا بهذه المنطقة، راح تظهر لي قائمة هنا. طبعا عندي هنا يا أما الأريا المساحة أو الدايمنشن اللي هو الأبعاد، مثلا أنا عندي الأبعاد اللي هو 50×50، أجي هنا أضغط على الدايمنشن، يقول حدد لي الطول الأول، مثلا راح يكون 50، أضغط على انتر، وراح يقول لي حدد لي الطول الثاني، راح أضغط أيضا 50 ومن ثم انتر، راح يرسم لي، أضغط كليك، راح يرسم لي المستطيل أو المربع. طيب لو عندي مستطيل 50×100، أجي إلى الريكتانجل وأحدد الركن الأول وأختار دايمنشن، راح أحدد 50 انتر ومن ثم 100 انتر، ومن ثم راح يقول لي اضغط لك كليك وين تريد تخليه، راح اقول له مثلا بهذه المنطقة، راح لاحظ انه راح يكون عندي 50×100.
طيب أنا بالبداية أكتب 50 لو أكتب 100، والخمسين شنو هي، طول أو عرض؟ طبعا هو بالبداية رح يطلب من عندي المساحة الخاصة بالأكس، وبعدين يطلب من عندي المساحة بالواي. دائما بالرسم الهندسي وبعلم الحاسوب بشكل عام، دائما أول ما يطلب مساحة الأكس وبعدين يطلب مساحة الواي. يعني إذا أنا أريد العرض يكون 100 والارتفاع 50، لابد انه اخلي الاكس اللي هو 100 وبعدين اخلي الواي اللي هي 50. ما يصير اخلي اول مره 50 وبعدين 100، راح يصير بالعكس. طيب اذا انا اريده بالعكس يكون عرضاني، فاجي الى الريكتانجل، احدد هذه الجزء واختار دايمنشن، فاحدد العرض اللي هو الاكس. ايش قد العرض؟ 100. ابدي بالعرض اللي هو 100، انتر. بعدين احدد الارتفاع اللي هو الواي، ايش قد؟ 50. اكتب 50 ومن ثم انتر، راح يكون بهذه الطريقة. وطبعا هنالك مجموعة كبيرة من أوامر التعديل. طبعا راح يتم تقسيم أوامر التعديل على مجموعة محاضرات، في كل محاضرة راح ناخذ مجموعة من هذه الأوامر مع مثال تطبيقي لهذه الأوامر. وفي هذه المحاضرة راح ناخذ الأمر trim وراح ناخذ الأمر copy. طبعا الأمر trim وcopy من أهم الأوامر في هذه المجموعة. إذا نجي إلى الأمر line، وطبعا راح نرسم خط، مثلا هذا الخط، أضغط انتر حتى أنهي الرسم، وعندي خط آخر بهذه الطريقة، وحبيت أتخلص من الخط هذا المتقاطع مع الخط الأول. طبعا أقدر أتخلص من عنده من خلال الأمر trim. أجي إلى الأمر trim، أضغط عليه كليك، وضروري أضغط انتر بعد ما أضغط على الأمر trim، أضغط انتر ومن ثم أضغط كليك على الجزء اللي أريد أتخلص من عنده. أريد أتخلص من هذا الجزء أو هذا الجزء أو هذا الجزء أو هذا الجزء. مثلا راح أتخلص من هذا الجزء، طبعا بإمكاني أتخلص من هذا الجزء، هذا الجزء اللي بقى ما راح أقدر أتخلص من عنده. ليش؟ إن هذا ما متقاطع بعد ويا خط آخر. الأمر trim يتخلص من الخطوط المتقاطعة. هنا أنا هذا ما متقاطع، ممكن هذا الخط عندي متقاطع مثل ما نلاحظ هنا، هاي عندي نقطة تقاطع فأقدر أتخلص من عندها، هذن الخطوط ما راح أقدر أتخلص من عندها. طيب ناخذ مثال آخر، مثلا عندي مستطيل وعندي دائرة مثلا بهذه الطريقة، مثلا مستطيل وطبعا دائرة بهذا الشكل. جيد، وطبعا حبيت اتخلص من هذا الجزء اللي خارج المستطيل، طبعا اجي الى الامر trim، ضروري اضغط على انتر من الكيبورد واضغط على هذا الجزء. الاحظ انه تخلصت من الجزء اللي خارج المستطيل، وايضا بامكان اتخلص من هذا الخط، ايضا اصبح عندي هذا الشكل من خلال الامر trim. طبعا اجي الى الامر copy، راح يطلب من عندي هنا select object، حدد الشكل اللي تريد تنقله، مثلا هذا الشكل، جيد، ومن ثم اضغط على انتر. بعدها راح يطلب من عندي حدد نقطة النقل، يعني هاي الدائرة منين اريد انقلها، مثلا راح انقلها من هذه المنطقة، فاضغط كليك واسحب الى مكان اخر. الاحظ انه راح يتم استنساخ الدائرة، طبعا راح يبقى الامر فعال، بامكاني انه استنسخ مجموعة ضخمة من الاوامر. طيب نعيد، لو عندي مثلا مستطيل، هذا مثلا المستطيل، وحبيت اخذ كوبي لهذا المستطيل، طبعا اجي الى الامر كوبي واحدد الجزء اللي اريد اخذ من عنده نسخة، ومن ثم انتر، ومن ثم نقطة النقل، مثلا اريد انقل من هذا المكان، وبالتالي اقدر انقل هذا المستطيل. حتى انهي الامر اضغط على انتر. طبعا ايضا بامكاني انقل مجموعة من الاشكال وليس شكل واحد، يعني مثلا عندي هاي الدائرة، طبعا عندي هاي الدائرة مثلا حبيتها تكون بهذه المنطقة، وحبيت اخذ كوبي لهذه المجموعة اللي هو المربع مع الدائرة، طبعا اذهب الى الامر كوبي، راح احدد كل هذه الاجزاء. طبعا بامكاني انه احدد من خلال التحديد بهذا الشكل، واضغط على انتر، ونقطة النقل مثلا راح اختار هذه النقطة، وايضا مثل ما تلاحظون راح استطيع عمل استنساخ بنسخ كبيرة جدا من خلال الامر كوبي. راح ناخذ مثال تطبيقي على الامر كوبي والامر trim، وايضا راح ناخذ اوامر الرسم اللي تعلمناهم بالمحاضرات السابقة. راح نفتح شيت جديد طبعا من خلال كويك اكسس نيو، ومن ثم طبعا نختار اي كاد
ومن ثم اوبن. طبعا اذا لاحظ عندي هنا الصفحات القديمه بامكاني انه اغلقها من خلال انه انتقل الى هذه الصفحه. طبعا عندي هذا المثال هو راح يكون تطبيق لهذه المحاضره وفي نفس الوقت راح يكون واجب لهذه المحاضره. طبعا هذه رسمه هندسيه بسيطه راح نرسمها. طبعا اذا لاحظ هذا الشكل عباره عن مستطيل، يعني هذه الدوائر لو اجي اوصل بيناتهم راح يكون عندي مستطيل. هذا المستطيل العرض مالته 112 والارتفاع 88. راح نجي نرسم مستطيل طبعا مثل ما تعلمنا بالريكتانجل. طبعا راح يطلب من عندي تحديد الكورنر الاول، طبعا هذا هو الكورنر الاول، ومن ثم راح نختار دايميشن، وراح يطلب من عندي الاكس اللي هو هذا الجزء اللي هو الافقي اللي هو 112، ومن ثم اكتب الواي اللي هو 88. فراح اكتب الاكس اللي هو 1112 انتر، وراح يطلب من عندي الواي الارتفاع اللي هو 88 انتر، وراح يطلب من عندي اضغط كليك حتى اثبت هذا المستطيل. طيب رسمت المستطيل هذا، راح اجي ارسم بركن كل مستطيل دائره، مثلا هذه الدائره وهذه الدائره. وطبعا هذه الدائره الصغيره اذا الاحظ هنا منطيني الدائره الصغيره 4x، يعني هذه الدوائر الاربعه كلهن متساويات بنصف القطر اللي هو 4، يعني هذه الدائره الصغيره اللي هي نصف قطرها 4، وهذه الدائره ايضا 4، وهذه الدائره 4، وهذه الدائره 4. جيد، والدائره الكبيره 4x ار 12، يعني وحده نصف قطرها 4 والثانيه نصف قطرها 12. فاجي اختار اي ركن من هذه الاركان واختار طبعا الراديوس، اي ركن مثلا راح اختار هذا الركن، اضغط كليك وارفع الى الاعلى الماوس، وراح اكتب 4 اللي هو نصف القطر، واختار مره اخرى راديوس واختار بنفس المركز بنفس الركن وارفع الماوس الى الاعلى واكتب 12. راح يصير عندي الدائرتين، رسمنا هذين الدائرتين اللي هن بالاعلى. ممتاز. الان راح استنسخ هذين الدائرتين بجميع اركان المربع مثل ما تعلمنا من خلال الامر كوبي. نضغط على الامر كوبي، نحدد الدائره الكبيره والدائره الصغيره، ثم نضغط على انتر. راح يطلب من عندنا مركز النقل، مثلا راح اختار هذا الجزء اللي هو بالسنتر، وراح يكون النقل بهذا الركن مثل ما تلاحظون، وراح يكون بهذا الركن، وراح يكون بهذا الركن، ومن ثم نضغط على انتر. لاحظ انه تم استنساخ الدوائر الأربعة مثل ما تلاحظون، هذه الدوائر الأربعة تم استنساخها. ألاحظ أنه هذا المستطيل بمنتصف بمركز هذا المستطيل مجموعة من الدوائر اللي هنا ذن الدوائر الأربعة. طيب كيف أرسم بمنتصف هذا المستطيل؟ طبعا راح أسوي إكس بهذه الطريقة، راح يطلع عندي السنتر، هذا السنتر هو راح يكون مركز جميع الدوائر. طيب كيف أعمل إكس؟ أجي إلى الأمر لاين وأختار من هذا الركن إلى هذا الركن وأرسم خط، ومن ثم أجي من هذا الركن إلى هذا الركن وأرسم خط، أصبح عندي هذا الراديوس. أجي إلى الدائرة وأختار أحد هذه الخيارات، طبعا نشوف شنو عندنا. عندنا هنا هذه الدائرة الصغيرة اللي هي الفاي 19، يعني قطرها 19، والدائرة الأخرى الآر 19. جيد، نجي إلى الراديوس 19 او سنتر راديوس، وطبعا راح نختار هذه هي النقطة وراح نكتب 19، ومن ثم نجي الى الدايميتر 19 وراح نكتب 19 دايميتر. الان بعد ما عملنا السنتر هذه الخطوط بعد ما راح نحتاجها راح اضغط عليها كليك وديليت، ومن ثم كليك وديليت. ايضا هذا المستطيل بعد ما راح احتاجه، انا رسمته حتى فقط ارسم الدوائر، بما انه رسمتها ما راح احتاج هذا المستطيل، ايضا بامكاني انه احذفه. جيد، الان طبعا رسمنا الدائرتين الصغيرات، راح نجي نرسم الدائرتين الكبيرات. هذه الدائرتين، طبعا هذه الدائرتين الدائره الاولى قطرها 88 والدائره الثانيه قطرها 112. طبعا نجي الى قطر يعني دايميتر، نحدد السنتر، وطبعا نرفع الى الاعلى راح يكون 88، وايضا راح نجي الى الدايميتر وراح نختار السنتر وراح نكتب 112 بهذا الشكل. جيد، الان رسمنا الدوائر ورسمنا الدوائر اللي بالاطراف.
تبقى عندنا هذه الأقواس بهذه الطريقة. جيد، الآن حتى نرسم هذه الأقواس، إذا لاحظ أنه هنا عندنا أنه هذا القوس إذا شوفوه، هذا القوس نصف قطرة هنا مطينة، نصف قطرة الآر 3، يعني نصف قطر هذا القوس 3، يعني عندنا شنو؟ عندنا راديوس. وهذا القطر يمس هذه الدائرة ويمس هذه الدائرة، يعني خلينا نغير الألوان، مثلا نختار الأخضر. القطر يمس الدائرة اللي هي باللون الأخضر ويمس هذه الدائرة اللي هي باللون الأخضر أيضا. فإذا هذا المماس بالإنجليزي يعني تان، يعني عندنا هنا تان وعدنا هنا تان وعدنا نصف قطر، يعني عدنا تان تان راديوس. جيد، فإذا سهلا نقدر نرسم هذه الدائرة. إذا نجي لأوامر السيركل، إذا تلاحظون أنه عندنا الأمر اللي هو تان تان راديوس، تذكرون قلنا راح نأجله إلى محاضرات لاحقة حتى نتعلمه. راح نجي إلى الأمر تان تان راديوس، راح نكبر الرسم، راح يطلب من عندي حدد لي المماس الأول اللي هو هاي الدائرة، وحدد لي المماس الثاني اللي هو هاي الدائرة، وراح يطلب من عندي نصف القطر. طبعا نصف القطر راح يكون 3، راح نجي نكتب هنا 3 ومن ثم اوكي، راح يرسم لي هذه الدائره. طبعا اجي اختار الى تان تان راديوس، راح يطلب من عندي مماس اول، مماس ثاني، ومن ثم 3. طبعا راح اعمل بقيه الدوائر بنفس الطريقه اختصارا للوقت. جيد، الآن طبعا أكملنا جميع هذه الأقواس. الآن راح أجي أحذف هذا الجزء وأحذف هذا الجزء وأحذف هذا الجزء، يعني إذا لاحظ أنه أحتاج فقط هذا القوس، أحتاج فقط القوس وهذه الأوامر ما راح أحتاجه. يعني هنا أنا عندي دائرة، خلينا نجي مثلا نمسح بهذه الطريقة، خلينا نجي طبعا نسترجع Ctrl Z. إذا لاحظ هنا عندي دائرة، وهنا طبعا عندي دائرة، وهنا طبعا دائرة، وهنا دائرة. هذني ما راح احتاجهن اللي هن باللون الاصفر او ممكن يكون بالازرق، هذني الاجزاء ما راح احتاجهن، هذا الجزء ما راح احتاجه وهذا الجزء ما راح احتاجه. طبعا كيف احذفهن؟ احذفهن من خلال الامر ترم، فاجي الى الامر ترم، اضغط انتر، مثل ما قلنا الترم يحتاج انتر، وراح اجي احذف هذا الجزء، وطبعا هذا الجزء وهذا الجزء وهذا الجزء. إذا ألاحظ أنه أصبح عندي قوس بنفس الطريقة، طبعاً أقدر أحدد هذه الأجزاء هيك تحديد بهذه الطريقة، طبعاً نحدد هذه، نقدر نحددها بهذا الشكل، وهذا الجزء نحذفه بنفس الطريقة، هذا الجزء وهاي نحددها للأجزاء ونحذف هذا الجزء. الآن تقريباً الرسمة اكتملت، ما عاد عندنا الأقواس. طبعاً هذه الأقواس اللي باللون الأخضر راح تكون هذا القوس وهذا القوس. إذا لاحظ هذا القوس يمس هاي الدائرة ويمس هاي الدائرة ويمس هاي الدائرة، يعني عندي تان 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 وما عندي نصف قطر، بإمكاني أنه أرسم دائرة وأعمل لها ترم. جيد، نجي إلى الأمر تان تان تان، نحدد هذه الدائرة ونحدد هذه الدائرة ونحدد هذه الدائرة، ومن ثم نجي إلى الأمر ترم، أضغط إنتر، راح أحذف هذا الجزء اللي بالخارج، راح يبقى عندي فقط القوس. بنفس الطريقة أجي إلى تان تان الأول وتان الثاني وتان الثالث، ومن ثم ترم، طبعا لازم بعد الترم إنتر، وأحذف هذا الجزء. تقريبا الرسم اكتمل، ما عدا أنه عندي مماس بالأعلى ومماس بالأسفل اللي هو طبعا هذا الخط. مثلا نجي إلى السايز، عندي هذا الخط مثل ما تلاحظون، وعندي هذا الخط اللي هو المماس. طبعا هذا الخط هو مماس يمس هاي الدائرة ويمس هاي الدائرة ويمس هاي الدائرة. طبعا بما انه احنا بعدنا ما تعلمنا اوامر الاوبجكت سناب، راح نرسم بشكل يدوي. راح اجي اختار الامر لاين، وطبعا ممكن اصعد الى الاعلى، اضغط هنا أنا كليك، وممكن اجي اضغط كليك ومن ثم انتر. ايضا بامكانكم انه تلغون هذا الخط الان نتعلم اوامر الاوبجكت سناب، لكن انا راح ارسمها طبعا بهذه الطريقة ومن ثم انتر. الاحظ انه هذه الرسمة اصبحت كاملة ومشابهة تماما الى هذه الرسمة.
طبعا هذه الرسمة راح تكون واجب لهذه المحاضرة. في حال لو كانت صعبة عليكم بإمكانكم تعيدون المحاضرة مرة أو مرتين، راح تكون جدا سهلة وبسيطة. طبعا الأمر فولد هو يستخدم لتدوير الزوايا. طيب ناخذ مثال، مثلا عندنا هذا خط، هذا الأمر لاين، راح نرسم خط بحجم مثلا 10، طبعا حجم صغير، نكبر السكيل، وطبعا نرسم خط آخر مثلا هذا الخط وأيضا راح يكون 10. طيب نريد نحول هذا الركن من ركن مدبب أو ركن مربع إلى ركن دائري. طبعا عندنا هذا الأمر اللي هو الأمر فولد، راح نختار الأمر فولد، راح يطلب من عندنا تحديد أحد هذه الأوامر. من ضمن هذه الأوامر والأشهر هو الراديوس. طبعا هنا عندنا قوس، راح يكون قوس، وهذا القوس يحتاج نصف قطر، فراح يكون مثلا نصف قطر القوس 2، فيطلب من عندنا تحديد نصف قطر، فنضغط على راديوس فراح يقول حدد لنا نصف القطر اللي هو نصف قطر القوس، مثلا راح يكون 2، ومن ثم موافق. راح يطلب من عندي تحديد الضلع الأول مع تحديد الضلع الثاني. ألاحظ أنه راح يتحول الركن من ركن مربع إلى ركن دائري. طبعا هذا القوس هو جزء من دائرة نصف قطرها 2. طيب أيضا لو عندنا مستطيل، مثلا نختار هذا المستطيل، نختار الدايمنشن، مثلا راح يكون 5 للعرض، ومثلا 10 للارتفاع بهذا الشكل. وطبعا نريد نقوس هذه الأطراف من خلال الأمر فيلد. طبعا نجي نضغط على راديوس ونختار مثلا بهذا الجزء، راح نختار مثلا نصف قطر 1، فنجي نحدد الخط الأول مع الخط الثاني. نقدر طبعا نختار مرة ثانية وراديوس مثلا راح نخلي هنا نصف القطر 3، وراح يطلب من عندنا تحديد الجزء الأول مع الجزء الثاني. إذا ألاحظ أنه أصبح عندي أقواس، طبعا هذا هو الأمر فيلت. طبعا الأمر فيلت لو عندي خط هنا مثلا هذا الخط على بعد مثلا 5، وعندي خط موازي مثلا هذا الخط على بعد أيضا 5، ونفرض أنه هذا الخط بعيد يعني بهذه الطريقة وأكو فراغ بين الخطين، أيضا بإمكاننا نعمل فيلت. فنجي إلى راديوس مثلا راح يكون فيلت بنصف قطر 2 مثلا، أضغط انتر، راح يطلب من عندي تحديد الخط الأول مع تحديد الخط الثاني. ألاحظ أنه راح يربط لي الخطوط ويعمل لي فيلت. أيضا لو عندي دائرة، مثلا عندي دائرة نصف قطرها 5، وعندي دائرة أخرى مثلا هذه هي الدائرة نصف قطرها مثلا أيضا 5 مثلا، وهذه الدائرة مبتعدة، يعني إذا لاحظ مبتعدة عن الأقواس، ومثلا راح أخلي فيلت بنصف قطر 2 مثلا. أجي إلى فيلت وراديوس فأحدد 2، راح يطلب من عندي الجزء الأول ومن ثم الجزء الثاني. إذا ألاحظ أنه راح يصير عندي فيلت. أيضا بإمكان أنه أعمل فيلت بنفس الطريقة، راديوس 2 وطبعا الجزء الأول مع الجزء الثاني. أيضا بإمكاني تريم انتر، أتخلص من الجزء الأول مع الجزء الثاني. إذا ألاحظ أنه أصبح عندي هذا الشكل من خلال الأوامر فيلت والأمر تريم. طيب عندي الأمر الآخر اللي هو الري. طبعا الري إذا أضغط على هذا السهم راح أجد مجموعة من الأوامر. عندي هنا الباث الري، وعندي ركتانجولر الري، وعندي بولر الري. المصفوفة، الري يعني مصفوفة. عندي مصفوفة مربعة، مصفوفة على شكل مسار، ومصفوفة على شكل بولر. البولر المقصود بها الدائرية. مثلا راح ناخذ مثال، عندي دائرة، هذه الدائرة نصف قطرها مثلا 10 بهذا الشكل، وعندي دائرة أخرى مثلا بهذه المنطقة نصف قطرها مثلا 2. جيد، هذه الدائرة حبيتها تتكرر على أطراف هذه الدائرة الكبيرة. طيب شنو الخطوة؟ أول شيء أحدد الشكل اللي أريد أسوي له مصفوفة،
واروح على array واجي على polar array، راح يطلب من عندي specify center، راح يطلب من عندي center المصفوفة. هذه الدائرة راح تتكرر وراح تفتر على اساس الدائرة الكبيرة، فراح يطلب من عندي center الدائرة الكبيرة اللي راح يتم المصفوفة عليها. فاحدد الركن، عندما احدد الركن راح يعطيني هو تكرار 6 دوائر، وهنا طبعا راح تفتح لي نافذة اللي هو array، نافذة خاصة بالاراي. عندي هنا الايتم بامكاني انه اخلي مثلا 3، طبعا بس اضغط انتر او يعني اخلي السهم بهذه المنطقة راح يسوي لي 3. لو وردت مثلا 8 بامكاني من الايتم اتحكم بعدد التكرار. جيد، طبعا هذه هي المصفوف. طبعا راح ناخذ مثال راح نستخدم بالامر fillet والامر array. طبعا هذا هو المثال اللي راح يكون واجب ايضا وراح نطبقه في هذه المحاضرة. طبعا هذا عبارة عن مقطع ميكانيكي يتكون من مجموعة من الدوائر. اذا الاحظ انه هنا عندي دائرة، طبعا اذا نجي هنا باللون الاحمر عندي هذه الدائرة، اذا الاحظ هذه الدائرة اللي شوفوها امامكم، هذه الدائرة قطرها 20، يعني منطيني مسافة من هنا اللي هنا 20، يعني قطر الدائرة 20. فأجي هنا أختار دائرة دايميتر، أضغط هنا كليك وراح أخلي 20 ومن ثم موافق. إذا ألاحظ راح يصير عندي دائرة صغيرة قطرها 20. فإذا رسمت هذه الدائرة، هذه اللي شوفوها أمامكم، جيد. إذا ألاحظ هذه عبارة عن دائرة، مثل ما تلاحظون هذه عبارة عن دائرة، هاي الدائرة مقطوع من عندها جزء. طيب هاي الدائرة إذا ألاحظ أنه منطيني هو حجمها، إذا ألاحظ هاي الدائرة منطيني نصف قطرها مثل ما تلاحظون هنا، هذا نصف القطر منطيني 20، فإذا قطرها شقد؟ قطرها 40. في أما أختار الأمر دايميتر وأكتب 40، يا أما أختار راديوس وأكتب 20، فأجي من نفس مركز قطر الدائرة الصغيرة. في حال لو ما طلع عندي هذا المركز أخلي السهم على الدائرة وأتقرب وأضغط كليك وأكتب 20 نصف القطر، وصارت عندي هذه الدائرة الأخرى. أيضا عندي هذه دائرة، إذا لاحظ أنه هذه مثل ما تلاحظون هذه عبارة عن دائرة، طبعا راح أرسمها بشكل سريع، هذه أيضا دائرة. وهذه الدائرة خلي ألغي الرسم حتى تبين، هذه الدائرة منطيني هنا، هذا منطيني هنا 45. طبعا هنا عندي سهم مقطوع، المقصود بالرسم الهندسي أنه هذا القطر من هنا اللي هنا 45، فأجي أختار قطر، يا أما قطر 90 يا أما نصف قطر 45، فراح أكتب 4 5. وأيضا عندي دائرة أخرى، هذه الدائرة الكبيرة منطيني هنا المسافة منا اللي هنا منطيني 50، أي أن نصف قطر، هذا لاحظ أنه هاي الدائرة نصف قطرها 50. فنجي هنا نختار نصف قطر 50، جيد. الآن اكتمل رسم الدوائر. طيب شنو عندي؟ عندي هذه الدائرة، إذا لاحظ هذه الدائرة، خلي طبعا نمسح الرسومات. إذا لاحظ أنه هاي الدائرة مرتكزة ب سنتر الدوائر، لا لاحظ انه راح يكون خط عندي منها اللي هنا شقد 50، وراح يكون طبعا سنتر لهذه الدائره. طيب فنجي الى الامر لاين، طبعا ناخذ من المركز، في حال لو ما ظهر المركز فقط نخلي السهم يم الدائره او احدى الدوائر ونرسم خط، طبعا نمشي الماوس لليمين وراح نكتب 50 ومن ثم انتر مره ثانيه. اذا الاحظ هنا صارت عندي دائره، فأجي هنا أختار السنتر وأشوف إيش قد قطرها هاي الدائرة. طبعا إذا ألاحظ أنه هاي الدائرة مطيني إياها قطرها 8، وطبعا هذه الدائرة الكبيرة، هذه طبعا هذه هنا عندي دائرة مثل ما نلاحظ، هذه دائرة نصف قطرها 8، يعني قطرها 16، يعني راح يصير عندي دائرة قطرها 8 هذه ودائرة قطرها 16. فنجي هنا نختار سنتر دايميتر، فراح نرسم دائرة قطرها 8 ودايميتر راح نرسم دائرة قطرها 16. طيب الآن إذا أجي للرسمة، إذا ألاحظ أنه هنا
عندي هذه الدائرة، هذا جزء من أنا، جزء الدائرة الآخر ممسوح، فراح أجي أمسحه من خلال الأمر تريم، أضغط على تريم وإنتر وأجي أمسح هذا الجزء كله، لأن ما راح أحتاج فقط نص من الدائرة. طيب بعد أيضا عندي هنا أنا هذا الجزء مال هاي الدائرة من أنا ومن أنا، هذا الجزء أيضا ما راح أحتاجه، أيضا راح أمسحه اللي هو نفسه هذا. طبعا هنا أنا شغل أبيض عندي، طبعا نتراجع Ctrl Z، إذا ألاحظ أنه هذا الجزء هنا وجزء هنا أيضا ممسوح، هذا جزء الدائرة، هذا الجزء كله ممسوح، فمن خلال تريم، الأمر تريم، أمسح هذا الجزء وأمسح هذا الجزء. طيب أيضا هذا الجزء بإمكاني أنه أحذفه، ديليت، ممتاز. أيضا إذا ألاحظ أنه هذا الخط منا ومنا أنا ومنا أنا ما عندي، يعني مثل ما تلاحظون يعني عندي أنا خط هنا أنا صار أبو 50، هذا الخط، هذا الخط منا أنا ينمسح ومنا أنا ينمسح ومنا أنا ينمسح، يبقى فقط هاي المنطقة، هذه المنطقة فقط هي اللي تكون موجودة. فراح أجي من خلال تريم راح أمسح هذا الجزء وأمسح هذا الجزء، وطبعا أمسح هذا الجزء والجزء الصغير، ممتاز. الآن هذه الدائرة وهذه الدائرة، يعني هذين الدائرتين مثل ما تلاحظون، راح نكررهن على الدائرة الكبيرة. مثل ما نلاحظ هنا أنا هذني مكررات، 1 2 3 4 5 6 مكررات، 6 مرات. فراح أحددهن وأجي إلى الري، ومن ثم بولر الري راح يطلب من عندي المركز، هنا راح يفترن على الدائرة الكبيرة. وين مركز الدائرة الكبيرة؟ هذا مركز الدائرة الكبيرة. طبعا هو راح يخلي لي بشكل يعني مؤقت 6، بإمكاني أخلي 8، بإمكاني أخلي 10، بما أنه إحنا الرسمة مالتنا تحتوي على 6 عدد التكرارات، وراح أخلي 6 وبعدها أضغط على كلوز الري حتى يثبت. جيد. طبعا إذا ألاحظ هنا عندي أقواس، يعني هنا إذا ألاحظ عندي أقواس، مثل ما لاحظ هنا عندي أقواس، يعني هنا المفروض يكون عندي قوس وهنا يكون عندي قوس. هذا القوس شلون أسوي؟ أسويه بالفلت. طبعا يا أما أشتغلهن وحدة وحدة بالأقواس، يا أما أتراجع قبل الأري، قبل الأري أتراجع وأجي أسوي الفلت. طبعا الفلت نجي نشوف إيش قد نصف القطر، طبعا راح نتراجع هنا حتى تروح الرسومات. إذا تلاحظون هو مطيني هنا هذا الفلت نصف قطر الآر 5، مطيني الآر 5، فأجي أختار فلت ومن ثم راديوس أكتب 5 وأحدد الجزء الأول مع الجزء الثاني، أيضا فلت راديوس، وطبعا راح يبقى يحتفظ بي النتيجة 5، بإمكاني أكتب 5، بإمكاني أضغط على إنتر مباشرة هو راح يأخذ آخر مرة فلت. جيد. الآن بعد ما سوينا فلت نجي نحدد هذا الجزء، طبعا يتكون من القوس الأول مع القوس الثاني مع القوس الثالث مع هذه الدائرة. والآن راح نعمل بولر الري حتى يكون عندي تكرار مع الأقواس. نجي إلى بولر الري، راح يطلب من عندي تحديد المركز، أضغط على أي دائرة وأرجع أضغط كليك، ومن ثم هو 6، أنا محتاج 6 فقبل كلوز. جيد. الآن فقط أحذف هذه المناطق من خلال تريم، أضغط على إنتر، وطبعا مثل ما تلاحظون طبعا هذا ما ينحذف، ليش؟ لأن ما بي جزء متقاطع، هذا بعدين يعني أتخلص من عنده من خلال أنه أحذفه بشكل مباشر بدون تريم. طبعا نتخلص من هذه المجموعة، ممتاز. الآن راح أضغط على اسكيب من الكيبورد وراح أجي أضغط على هذا القوس ديليت، هذا القوس ديليت، وهذا القوس أيضا ديليت، هذا القوس ديليت. جيد. الآن إذا ألاحظ أنه عندي خط، هذا الخط يعني بمثابة أنه هذا خط هنا أنا عندي اللي هو مركز هاي الدائرة، مثل ما سوينا خط هنا أنا صار عندي مركز هاي الدائرة، فعندي خط هنا أنا اللي هو مركز هاي الدائرة، فراح أرسم هذا الخط اللي هو راح يكون من السنتر، من هذا السنتر إلى هذا السنتر. جيد. الآن راح أجي إلى التريم وراح أحذف هذا الجزء وهذا الجزء، وراح أحذف هذا الجزء أكبر، أحذف الجزء هذا لآخر. جيد. الآن راح أخلي فقط هذا الجزء وأحذف البقية، يعني أحذف هذا من هنا ما راح أحتاجه. جيد. وأيضا هذه الدائرة راح أحذفها ما راح أحتاجه.
ممتاز. جيد. الآن إذا أجي هنا طبعاً راح أتراجع حتى نشوف. أنا قدرت أسوي هذا الجزء ولكن سويته هيك بشكل يعني بدون مقوس بدون فلت. جيد. زين هذه الأقواس إيش قيد هو مطيني إياها الآر 3، يعني منها من الأعلى مطيني الفلت 3 ومن الأسفل مطيني الآر 6، يعني مطيني 6 ب 3 من اليمين 6 ومن اليسار مطيني 9، يعني من اليسار 9 ومن اليمين 6 وبالأعلى 3. جيد. فنجي هنا نجي إلى الفلت نشتغلهن واحدة واحدة. نجي على الراديوس أول مرة 3 انتر، راح نسوي الفوق هذه مع هذه. أيضا نجي إلى الفلت، طبعا راح يكون هذا مع هذا. ممتاز. اشتغلنا الفوق، نجي إلى اللي بالأسفل. عندي هنا من اليمين راح يكون 6 ومن اليسار راح يكون 9. فنجي إلى فلت وراح نشتغل الستة أول مرة اللي هي راح تكون هذه، ونجي إلى الفلت مرة ثانية راديوس راح يكون 9 ونشتغل هذه. ممتاز. الآن هذا الجزء راح نكرره من خلال البولر أراي. إذا لاحظ أنه هذا الجزء نفسه، هذا نفسه مكرر 5 مرات، 1 2 3 4 5. فطبعا نجي إلى أول مرة نحدد الجزء اللي نريد نكرره. طبعا ضروري نحدد كل الأجزاء أو كل الخطوط، نحددهن بهذا الشكل. طبعا لا ننسى الأقواس، كل الجزء نحدده. ممتاز. بعد ما حددنا نجي إلى Array، نجي إلى Polar Array وراح يطلب من عندنا المركز، وهنا طبعا بكان ما 6 راح نكتب 5 ومن ثم Close. إذا لاحظ أنه هذا الجزء أصبح تماما بنفس هذا الجزء. طبعا في حال لو تشوفون أنه هذه المحاضرة صعبة بإمكانكم تعيدوها مرة مرتين، جدا سهلة وجدا بسيطة، محاضرة سلسة وسهلة. فقط نفتهم الأمر فلت ونفتهم الأمر أري، نقدر ننشئ رسومات عظيمة. طبعا الأمر أوفست يستخدم في الرسم المعماري كثيرا وخصوصا الرسم الإنشائي. طبعا الامر اوفست، مثلا عندي دائره، طبعا هذه الدائره مثلا نصف قطرها خلينا نقول 50، طبعا الدائره صغيره. طبعا حبيت هاي الدائره تتكرر الى الخارج بمساحه مثلا 5، يعني هي 50 وحبيت ارسم دائره تبعد عن هذه الدائره 5. في اما اجي هنا ارسم دائره، يعني راح تكون مثلا ما اعرف انه هذه سنتر انا رسمتها او قطر، خلينا نرسم مثلا 55. جيد. يعني اما ارسم دائره 55 اكبر من عدها بخمسة، او نجي نختار الامر اوفست. الاوفست هو رسم بازاحه معينه، فنجي الى اوفست راح يطلب من عندي specify offset distance، يقول لي حدد لي الازاحه او المسافه ايش قد الاوفست اللي تبعد عن الرسم اللي تريده انت. مثلا راح اختار 5، موافق. بعدها راح يقول لي حدد لي الجزء اللي تريد اسوي لك الى نسخه بمسافه معينه، هذا الجزء. فراح يقول لي انه هاي المساحه تريدها للخارج، لو تريدها للداخل انزل لي جوا، اذا خليتها للبرا راح يكون لي برا. ايضا بامكاني اسوي اوفست جديد وراح يكون الاوفست بازاحه او مسافه 5. ايضا بامكاني اغير الاوفست، مثلا اخليه 10 واجي اختار هذا الجزء مثل ما نلاحظ. هذا هو الأوفست. جيد. طبعا الأوفست ممكن يصير للخطوط، عندي هذا خط ومثلا هذا الخط 50 وحبيت أسوي خط آخر بمساحة مثلا 3 أو 4 أو حتى ممكن 5، فأجي إلى أوفست أكتب مثلا هنا إيش قد المساحة اللي أريدها اللي تبتعد مثلا 5، راح يقول لي حدد لي الخط. هذا هو الخط وهذا هو الخط. جيد. أيضا الأوفست ممكن يصير للمربعات مثلا، فمثلا عندي مربع راح يكون يقول لي حدد لي الركن الأول وبعدها راح يقول لي حدد لي الأبعاد. مثلا هذا المربع راح يكون 5 × 5 أو مثلا 100 × 100 في دايميتر، فراح أختار 100، عفوا طبعا دايمنشن وليس دايميتر، 100 ومن ثم 100 للارتفاع. جيد.
ايضا بامكاني انه اسوي اوفست، مثلا راح اختار اوفست 10 وبامكاني انه احتاج هذا الاوفست. جيد، الان تعرفنا على الامر اوفست. طيب شنو فائدة الاوفست بالمجال الانشائي؟ مثلا انا عندي رسم، مثلا غرفة، هذه هي الغرفة مثل ما نلاحظ، وليكن هذه الغرفة 5×6 مثلا. جيد، طبعا دائما بالرسم الانشائي يرسمون الحوائط، وهذه الحوائط تكون عبارة عن خطوط اخرى. يعني مثلا اذا اريد ارسم الحائط الخاص بالغرفة مثل ما نلاحظ، هذا هو الجزء، هذا اللي تلاحظون الملون، هذا هو الجزء الخاص، هذا الحائط الخاص بالغرفة. وطبعا في الغالب الحائط هذا يكون سمكه ربع متر، يعني 0.25 متر او 0.25، يعني معناه ربع متر. يعني هذا دائما، يعني خلينا نحكيها بالعاميه، سمك الطابوقتين، يعني هنا مو راح نصف الطابوق هذا مثل ما نلاحظ. طبعا طابوقتين، هذه الطابوقتين سمكهن 25 سنتيم او 0.5، او حتى ممكن يكون بلوك، ايضا البلوك يكون العرض 25. طيب انا ما معقول اجي ارسم يعني الجزء الاول وبعدين اجي ارسم الجزء الثاني، لا، اجي ارسم الجزء الاول واسوي اوفسيت للجزء الثاني بازاحه او مسافه او 0.25. يعني مثلا راح اجي ارسم هنا غرفه، اجي الى مثلا هذا المستطيل واختار الركن الاول، بعدها دايمنشن راح تكون عرضها 4، وراح اكتب هنا 4 انتر، وارتفاعها راح يكون 5، فاجي هنا اكتب 5 ومن ثم اوكي. اذا الاحظ انه هذه غرفه، طيب هذه الغرفه حبيت اسوي الحوائط الخاصه بها، اجي الى الامر اوفست وراح يقول لي حدد لي ايش قد الاوفست السمك او الازاحه او المسافه اللي تبعد عن الجزء الاول. طبعا راح يكون 0.25 اللي هو ربع متر. فاجي هنا يا اما الغرفة إذا كانت الصافي، يعني الجزء، يعني خلينا نتراجع هنا، إذا كانت الغرفة بالقياسات بالتصميم مخلين إنه أبعادها يعني 50، هذه الصافي من الداخل 5×6، راح يكون الأوفسيت للخارج. إذا كان لا، الأوفسيت هو من الخارج من هنا، يعني من 5×6 هو من الخارج، يعني الحيطان من ضمن مقاسات الغرفة، فراح يكون الأوفسيت إلى الداخل. طبعا لنفترض انه احنا صافي، يعني صافي الغرفة هو 5×6، فراح يكون الاوفسيت الى الخارج، فراح اجي احدد هذا الجزء واطلع الى الخارج، فراح يكون عندي هنا للغرفة. طيب وهكذا طبعا نقدر نرسم بقية، يعني مثلا البيت. طبعا راح نجي ناخذ مثلا غرفة اخرى، ممكن نخليها بصف هاي الغرفة. ايضا نجي الى الامر ركتانجل، وطبعا راح يقول لي حدد لي الركن الاول. مثلا انا اجي هنا احدد، خلينا نجي نكبر، انا اريد الغرفه الثانيه اللي هي 5 تكون من هنا، يعني تبدي، بس ما اريدها تكون يعني ملتصقه مع هذا الخط، اريدها تكون هنا. طبعا شنو اللي اسوي؟ طبعا هذه اوامر الاوبجكت سناب، راح نشرحها ان شاء الله بالمحاضره القادمه. ان شاء الله المحاضره القادمه راح تكون خاصه بالاوبجكت سناب. اذا لاحظ انه هنا عندي هذا اللون الاخضر، هذه الخطوط او المربعات اللي هي باللون الاخضر، ممكن هذا هنا يكون عندي خط، ممكن يكون عندي مربع، ممكن يكون عندي اشكال اخرى. هذا تسمى اوبجكت سناب، علامات الالتقاط او ادوات الالتقاط. طيب شنو الغايه من عندها؟ الغايه انه انا لو ردت ارسم خط، هذا خط بدون الاوبجكت سناب، طبعا اذا اجي هنا اضغط كليك ايمن اوبجكت سناب سيتنج، وراح اجي مثلا الغي الاند بوينت، هاي كلها راح نشرحها ان شاء الله، يعني ان شاء الله بالتفصيل كلها. كلير اول، خلي اجي الغيها ومن ثم اوكي. طبعا انا سلغيت الاوبجكت سناب، هذه كلها راح نشرحها ان شاء الله الاوبجكت سناب، بس هسه كمثال. انا هسه اجيت يعني لغيت الاوبجكت وحبيت ارسم خط يلامس هذا الركن، شنو اللي اسوي؟ طبعا اجي هنا اخلي الماوس قريب عليه واجي اضغط كليك ومن ثم انتر. اذا لاحظ انه هذا الخط هو ملامس لهذا الركن. طبعا انا اشوفه هو ملامس، ولكن في الاصل هو غير ملامس. اذا اجي اكبر اكبر اكبر، اذا لاحظ نشوفه اصلا اولا نازل، وثانيا
بعيد عن، شوف لاحظ بعيد، هذا طبعا هندسيا خطأ كارثي ما يصير هيك خط، فلابد انه يكون ملامس. طيب شلون اخلي الخط يكون ملامس تماما؟ اجي هنا انا اضغط كليك ايمن على هذا المربع Object Snap Setting، عندي هنا الاند بوينت افعلها والسنتر، وطبعا ذني كلهم راح نشرحها ان شاء الله، مثلا ذني يكتفي. فعد ما فعلت الاوبجكت سناب راح عد ما اتقرب للركين، اذا لاحظ هنا راح يطلع لي مربع اخضر، يعني معناه يقول لي انت هسه حاليا ملامس تماما. عند ما اضغط هنا كليك وارسم، اذا اجي هنا اكبر راح الاحظ ملامس تماما بالمضبوط. طيب ذني ادوات الاوبجكت سناب راح نشرحها الحين، وراح ناخذ امثله عليها عديده ان شاء الله بالمحاضره القادمة. طيب أنا أريد أرسم خط مقابل هذا الخط وملامس لهذا الخط، شنو أسوي من خلال الأوبجكت سناب؟ أخلي بهذا الركن وأمشي طبعا أجي أنزل هنا بهذه المنطقة، مثل ما لاحظ أنه راح يكون عندي خط، هذا الخط مقابل هذا الخط وملامس لهذا الخط مثل ما تلاحظون. جيد، طبعا هذه هي الغرض من الأوبجكت سناب. هنا يعني فقط حبينا نهيئكم للأوبجكت سناب، إن شاء الله راح نشرحها بالمحاضرة القادمة. طيب أيضا بإمكاني أنه أرسم خرائط البيوت وبطريقة أخرى، بطريقة اللاين، يعني مثلا عندي غرفة اللي هي مثلا 4×5، أيضا أجي من خلال الأمر لاين، أجي أضغط هنا كليك وراح يكون البعد 4، وأنزل إلى الأسفل راح يكون 5، وطبعا راح أمشي 4 وراح أصعد انتر. أيضا أقدر أعمل أوفسيت، أجي إلى الأمر أوفسيت وراح أكتب 0.25، وطبعا بإمكاني أنه أحدد هذه الأجزاء، يعني أما وحدة وحدة أما يعني أقدر طبعا أعمل طرق أخرى، يا أما أقدر أعمل جوين لهذه الأجزاء وأسويها عبارة عن شكل واحد وأسوي لهم أوفسيت. طيب مثل ما لاحظ أنه صار عندي هنا أوفسيت. أيضا بإمكاني أعالج هذه المساحات المفرغة، يعني هنا مثل ما لاحظ أنه شرحنا إحنا بأول محاضرة أنه هذا هو خط لاين وليس بولي لاين، يعني خط متقطع، لابد انه نخليه نحول هذه الخطوط الى خطوط متصلة مع بعض. طبعا نقدر نحولها الى خطوط متصلة من خلال انه نحددها كلها، وطبعا نجي الى اوامر التعديل، وعندنا الامر اللي هو جوين، هذا هو الامر جوين، اضغط على اوكي، اذا لاحظ انه فعل الخطوط وحولهن من خطوط متقطعة على خطوط متصلة. الآن من أجي أعمل أوفسيت 0.25، راح ألاحظ أنه راح يكون عندي أوفسيت منتظم تماما مثل هذا الشكل. طبعا هذه مقدمة للأمر أوفسيت ومقدمة لرسم خرائط البيوت، إن شاء الله راح نتعمق أكثر من خلال المحاضرات القادمة. طبعا واجب هذه المحاضرة هو رسم مجموعة دوائر ونعملهن أوفسيت، ومجموعة خطوط ايضا اوفسيت، ومربع وايضا نعمل له اوفسيت. هذا راح يكون هو واجب هذه المحاضرة. طبعا هذه الخريطة اللي راح يتم رسمها في هذه المحاضرة، وطبعا راح يتم تقسيم عملية الرسم الى مجموعة محاضرات. في هذه المحاضرة راح نرسم الحدود والحوائط، وفي المحاضرات القادمة راح نرسم الأبعاد والنصوص، وأيضا راح يتم توزيع الرسم على عدة طبقات. طبعا هذه الخريطة بعرض 10 متر وارتفاع 20 متر، وإذا لاحظ أن القطعة صافي 10×20. طيب عندنا هنا غرفتين نوم، عندنا غرفة 4×5، الأربعة راح يكون العرض والخمسة هو الارتفاع. الغرفة الثانية بنفس مساحة الغرفة الأولى، عندنا هنا منور 1 متر صافي، وهنا أيضا منور 1 متر صافي، عندنا هنا حمام تابع لهذه الغرفة، عندنا هنا أيضا سلم دائري أو حلقي، وطبعا صالة مع حمام ومنور، هنا عندنا هذا المنور هو متصل بالمنور الطولي، أيضا عندنا مطبخ هنا اللي هو عرضه راح يكون 5.25×3.5 ارتفاع، وطبعا المطبخ يتكون من جزئين بارد وحار. واستقبال 4 عرض و5 ارتفاع،
عندنا هذه هي بارما أو المساحة أو ممكن نسميها جراج للسيارة. طبعا ممكن هنا يكون حمام خارجي لا بأس يعني، ولكن لابد أنه نصغر حجم الشباك أو يتم إلغاء الحمام الخارجي. طيب في البداية ملاحظة أنه جميع الحوائط تكون بسمك ربع متر أي 25 سنتيمتر أو 0.25 من المتر. طيب الآن راح نبدأ برسم الغرفتين، هذه غرف النوم. طبعا نجي إلى برنامج أوتوكاد، راح أختار الركتانجل. طبعا راح يطلب من عندي الركن الاول، راح اختار دايمنشن، راح يطلب من عندي العرض راح يكون 4 والارتفاع راح يكون عندي 5، وايضا راح يطلب من عندي تحديد الركتانجل، راح اضغط كليك. طبعا مثل ما شرحنا طريقة رسم المستطيل والمربع في المحاضرات السابقة. طبعا هذا رسمت 4x5 اللي هو صافي الغرفة، يعني اذا لاحظ هذا الجزء صافي الغرفة هو 4x5، فلا بد انه نضيف الحوائط اللي هي سمكها راح يكون 0.25. طبعا نجي الى اوفست وطبعا نحدد 0.25 ونجي نحدد هذا الجزء ونرتفع الى الاعلى وليس الى الداخل، الى الاعلى. جيد، الان راح نرسم الغرفة الثانية. طبعا نجي الى ركتانجل وراح يطلب من عندي تحديد الركن، طبعا راح اختار هذا الجزء والماوس راح يكون بهذا الشكل، هذا الجزء امشي به الى اليمين والى ان يصير عندي هنا نقطة تقاطع، اضغط هنا كليك وعندي طبعا دايمنشن، العرض راح يكون 4 والارتفاع راح يكون 5، اضغط كليك بهذه المنطقة. طبعا ملاحظة عندنا هنا اورثو، امر اسمه اورثو، الاورثو لابد انه نفعله. طيب شنو هو هذا الاورثو؟ اذا اجي هنا ارسم خط اقدر ارتفع مثل ما نلاحظ هذا الخط، فممكن يكون يعني خط اعوج. طيب فاذا اجي افعل الاورثو هنا نصير بها علامة ازرق، الاحظ انه الرسم اما يكون عمودي اما يكون افقي وما ممكن ارسم فتشي مائل، بما انه احنا عندنا هنا رسم مربعات وخطوط مستقيمة فما احتاج الخطوط المائلة، فضروري افعل الاورثو حتى يكون عندي الرسم مستقيم. طيب الان نجي الى الاوفست، وطبعا مثل ما نوهنا نجي نختار المساحة اللي هي آخر مرة استخدمناها 0.25، يا أما أجي أكتبها مرة ثانية يا أما أضغط إنتر فهو راح يعرف أنه راح أستخدم نفس المساحة الأخيرة اللي استخدمتها آخر مرة. جيد، راح أجي هنا أضغط كليك وأرتفع إلى الأعلى. ممتاز، ألاحظ هنا عندي فت خلل صار. شنو هو الخلل؟ عندي هنا ألاحظ هذا مستطيل، هذا لا ألاحظ مستطيل، وعندي هذا مستطيل، أي أن يعني بهذه المنطقة خطين من المستطيلات، يعني عندي خطين، فبالترم لازم أنتبه أنه هنا عندي خطين لازم أعمل مرتين ترم، أو بإمكاني أسوي إكسبلود تفجير وألغي أحد الخطوط. طيب رسمنا هذه الغرفة، رسمنا هذه الغرفة. جيد، الآن نجي نرسم هذه اللي هي مساحة السلم. طبعا هذه كلها هي صالة، كلها راح تكون صالة. جيد، فراح تكون هذه 4 عرضها 4 في ارتفاعها 4. طيب هنا ما عندنا العرض، شلون عرفنا؟ هو نفس عرض الغرفة، فراح يكون 4x4. جيد، فنجي الى الركتانجل نحدد الركن هذا، طبعا كبر هذا الركن، ما اضغط بالماوس بس مجرد اخلي الخطوط عندي بهذا المكان. جيد، واجي الى دايمنشن راح اخلي 4x4 وطبعا اضغط كليك بالاسفل. جيد، بنفس الطريقه طريقه الاوفست اضغط انتر حتى اخذ نفس القياس واحدد كليك وارتفع الى الاعلى. ممتاز، الان بعد ما رسمنا جزء من الصاله نجي نرسم الجزء الاخر اللي هو الاستقبال، راح يكون 4 عرض وارتفاع 7. فنجي الى الركتانجل وطبعا نختار هذا المنطقة وطبعا نختار الدايمنشن، نكتب 4. طبعا اول شيء يتم طلبه هو العرض ومن ثم الارتفاع اللي هو 7، اضغط كليك
جيد. ايضا بنفس الطريقة الترم طبعا اقبل بنفس السمك موافق يعني انتر والى الخارج. جيد، الان رسمت الغرفتين وجزء من الصالة اللي هي منطقة السلم ورسمت الاستقبال. جيد، الان عندي مساحة، هذه المساحة 1 متر تبعد عن الجدار او الحائط الخارجي، فراح اجي ارسم 1 متر هنا بهذه المنطقة، وحتى يكون عندي هنا حتى يكون عندي حدود للجدار الخارجي. فاجي هنا بالخط يعني بالامر لاين، اختار هذا الركن واجي 1 متر. وطبعا هنا راح يكون عرض القطعة 10، فراح اجي اكتب 10 متر انتر. اذا اجي هنا الاحظ راح يكون عندي من هنا لهنا 10. طيب، وعندي هذا الخط الكبير، او قبل ما ارسم الخط الكبير خلي اكمل هذه المنطقة، اجي لهنا عندي اوفست، طبعا لازم اعمل اوفست اوافق على نفس السمك الاخير، وهذا الخط راح يكون الى اليمين وهذا الخط راح يكون الى الاعلى. طيب، ممكن واحد يقول ليش الى الاعلى؟ لان عندي صافي هذه المنطقة متر، فهذا لازم يكون الجدار خارجي الى الاعلى. طيب، هنا صار عندي خلل، يا اما استخدم الامر اكستند، يا اما عندي موضوع بسيط اضغط اسكيب حتى انهي الامر اوفست، اجي اضغط كليك على هذا الخط واجي اضغط كليك على هذه النقطة وارفعها تكون بهذه المساحة. جيد، الان بعدين نستخدم الامر تريم وننظف هذه الزوائد. جيد، الان راح نجي الى الامر لاين، نحدد من الاعلى. ليش؟ لان صافي القطعة 20، فنجي نكتب 20 انتر. ممتاز، الان هذا الخط راح اسوي له اوفست الى الداخل، اوفست ايضا نفس المساحة اللي هي 0.225. جيد، بس ممكن واحد يقول زين ليش هذا صار الاوفست الى الداخل وهذا الاوفست الى الخارج؟ هنا الاوفست الى الخارج لان يعني عندنا هنا متر وهذه ما حسبنا القطعة، يعني هاي المسافة من هنا لهنا اللي هي يصير متر وربع، فبما انه رسمنا متر فبعدنا الجدار ربع متر. اما هنا عندنا صافي القطعة 10 متر، فما ممكن اذا اسوي الخط الى الخارج راح تكون 10 ربع، فراح يكون الى الداخل حتى يكون الجدار من ضمن مساحة القطعة. جيد، الان عندنا هنا حمام بمساحة 1.75 متر طبعا للطول وللارتفاع، فراح نرسم مربع راح يكون 1.75 متر طول وارتفاع. فنجي بالبداية راح نرسم خط من هذه النقطة، لا بأس ان يكون للنهاية ولا بأس يكون لهذه المساحة، خلي يكون للنهاية لا بأس، وايضا خط اخر من هذه المنطقة. طبعا نجي الى الامر تريم، نضغط انتر، وطبعا نجي ننظف هذه الخطوط. ممتاز، الان راح نجي نختار المربع ونحدد هذه النقطة ونختار طبعا دايمنشن، راح يكون 1.75 انتر للعرض، 1.75 انتر للارتفاع. ممتاز، الان راح نجي الى الامر اوفست بنفس المساحة اللي هي ربع متر، راح يكون اوفست الى الخارج. جيد، رسمنا هذا الحمام. اذا لاحظ هنا عندي حائط، فراح يكون عندي خط من هنا الى الاعلى. جيد، فراح نجي الى الخط الامر لاين، وطبعا نحدد من هذه النقطة ونرتفع الى الاعلى. اوكي، جيد، الان بامكاني هذا الخط احدده وطبعا يكون ينزل بهذه المنطقة، وايضا الان من الامر اوفست اوافق على نفس المساحة وهذا الجزء راح يكون بهذه المنطقة. طيب، اكملت هذا الجزء، اذا لاحظ انه هاي المنطقة راح يكون بها قطع، فاجي الى الامر تريم اوكي بهذه الطريقة. جيد، الان رسمنا الغرف ورسمنا المناور والحمام والصالة، فقط نختم الخريطة، نختم هذه المنطقة. طبعا نكبر نشوف، اذا لاحظ هنا عندنا من هذه المنطقة من هذا الحائط الى هذا الحائط عندنا 5،
وعدنا المطبخ اللي هو راح يكون عرضه 5.25 وارتفاعه 3.5. طبعا نجي نرسم خط على بعد 3.5. طبعا عندي عدة طرق، من ضمن هذه الطرق بإمكاني استخدم الأوفسيت، فأجي أكتب هنا 3.5، أشوف 3.5 أتأكد من عنده 3.5، وإنتر، فأجي أحدد هذا الخط، هذا الخط أحدده وراح يكون بهذه المساحة، هذه صارت 3.5. طيب أجي أسوي له أوفسيت اللي هو راح يكون 0.25، راح ينزل إلى الأسفل بهذه الطريقة. طيب عندي هنا جزء حار بعدين الرسمة، هذا اللي هو الجزء الحار بعدين الرسمة. الآن رسمنا هذه المنطقة وهذه المنطقة مرسومة، فقط عدي هنا هذه المنطقة، عدي 5 متر منها اللي هنا، فراح نجي نسوي أوفسيت لهذه المنطقة 5 متر. طبعا يا أما أوفسيت 5 متر يا أما هذا الجزء نسوي له إغلاق، يعني هذا الخط عدي هنا 20 آني مرسوم عندي اللي هو هذا. طبعا أجي لهنا على هذا الخط، أضغط وأخلي الماوس هنا وأنزل هذه المنطقة، وطبعا راح أرسم بهذه المنطقة. وأيضا عندي أوفسيت هنا، أنا أجي إلى الأوفسيت أضغط على إنتر، وطبعا هذا الجزء راح يكون وهذا الجزء راح يكون أوفسيت الحوائط. فقط عندي هنا الجزء الحار، طبعا هو ما مبين يعني إنه يعني هو كل المساحة طبعا 1.75 مربع يعني، فما مبين، وايضا هنا أنا اعتقد اكو خلل يعني بالتصميم، فالمفروض المساحه تكون مربعه، هذا الجزء يكون مربع يعني. فراح نرسم نفس هذا الجزء، راح ناخذ من عنده كوبي ونخليه ممكن بهذه المنطقه بالمنتصف. فنجي الى الامر كوبي نحدده، وطبعا شرحنا الامر كوبي، راح يطلب من عندي تحديد الجزء اللي احتاج نقله، هذا الجزء اضغط على انتر، راح يطلب من عندي مساحة النقل، فراح اختار من المركز هذه الطريقة، وطبعا راح اخليه بهذه المنطقة يعني المركز الى المركز، وبعدها اسكيب. الاحظ انه اصبح عندي بهذه الطريقة. طبعا بس فقط ملاحظة، في حال انه المركز يعني راح ارجع اتراجع، في حال لو اجيت هنا بالامر كوبي وحددت هذا الجزء انت، وهنا هذه نقطة المركز ما طلعت لي، اجي هنا على ادوات الاوبجكت سناب على هذا المربع، اضغط كليك ايمن اوبجكت سناب وافعل، طبعا نفعل انسيرشن ونفعل السنتر، نفعل الميد بوينت اللي هي نقطة المنتصف، نفعل يعني الاغلب هذه الاجزاء، طبعا راح نشرحها ان شاء الله احنا بالتفصيل في محاضرة مختصة. طيب بعد ما فعلت راح تطلع لي عندي الميد بوينت، فاجي اخذ من عندها كليك وراح يصير عندي تطابق هنا مع هذه الميد بوينت، فاضغط على انتر. جيد، الان بعد ما رسمت هذه الاجزاء راح اجي الى الترم، اضغط على انتر. جيد، الان قبل كل شيء راح اجي افجر هذا المستطيل. طيب شنو يعني افجر؟ اذا اجي هنا هذا المستطيل عبارة عن قطعة واحدة صاير، يعني خطوط متلاصقة. طيب شلون اخلي الخطوط هاي مفككة؟ اجي احدده، عندي هنا امر هو اكسبلود تفجير، راح افجر راح يصير هذا الجزء وهذا الجزء. جيد، شنو الغاية من فجرته؟ اجي هنا هذا الجزء احدده واضغط هنا كليك، وطبعا بامكاني انه اتخلص من هاي النقطة واضغط هنا كليك انتر. الان ايضا بامكاني انه من خلال الامر تريم اضغط انتر واتخلص من هذا الخط، خلص من هذا الخط. طبعا هذا الخط ما اقدر استخدم بيه تريم، ليش؟ لان هو خط واحد هذا، فما يقطع البرنامج، فراح نحذفه. طيب هنا عندنا ايضا نقدر نتخلص من التريم، انتر، ممتاز جدا. ايضا عندي هذا مجموعة خطوط بامكاني انه اتخلص من هذه، يا اما عن طريق التفجير وامسحها، يا اما من خلال التريم، انتر، عندي هذا الخط، طبعا هذا ما راح يمسحه وهذا ما راح يمسحه، ممكن اتخلص من هذا الخط. جيد، هذا الخط اتخلص من عندهم بالمسح، لان هنا ذني اخر الخطوط، ف
ما راح يقبل يمسح. جيد، الآن طبعاً أكملنا الخريطة، طبعاً هذا الجزء الأول من رسم الخريطة. إن شاء الله بالمحاضرة القادمة راح نجي ننظف الخطوط الزائدة، وطبعاً راح نضيف أبعاد ونضيف البلوكات من أبواب وشبابيك ونضيف نصوص، وإن شاء الله ابتداء من المحاضرة القادمة راح نتعلم الطبقات. الطبقات من المواضيع المهمة جداً في رسم الخرائط واللوحات الهندسية. طيب، في حال لو كان عندي لوحة هندسية كبيرة الحجم وضخمة جدا، وطبعا تحتوي على مفاصل كثيرة كالأبعاد والبلوكات، وأيضا تحتوي على مجموعة من الرسومات الهندسية، بهذه الحالة طبعا من الصعب جدا أن أقدر أفصل هذه المكونات وأتعامل وياها وأحددها وأعدلها بكل سهولة. ليش؟ لأن راح يكون عندي تفاصيل كثيرة، وبالتالي راح يصعب علي التعامل مع هذه التفاصيل. طبعا في هذه الحالة المنقذ هو الطبقات. طيب، شنو يعني الطبقات؟ يعني مثلا أنا عندي هذه خريطة، هاي الخريطة راح يكون الحوائط بطبقة، و البلوكات اللي هي الأبواب والشبابيك راح تكون بطبقة، والأبعاد راح تكون بطبقة، والنصوص راح تكون بطبقة، وبالتالي أقدر أتعامل وياهن بكل سهولة. في حال لو احتاجيت فقط الأبعاد راح أفعل فقط طبقة الأبعاد وأخفي بقية المواد، وفي حال لو احتاجيت فقط الحوائط فقط الرسم بشكل عام أقدر أخفي جميع التفاصيل وأخلي فقط طبقة الرسم. طبعا في الخرائط الكبيرة ممكن يضيفون طبقات للرسومات الكهربائية وطبقات للرسومات المعمارية مثلا وطبقات للإنشائية وهكذا، وبالتالي نقدر نفصل طبقة الكهرباء إلى أن يكمل المبنى، وبالتالي نظهر طبقة الكهرباء ونقدر نتعامل مع الخريطة. طيب، نجي ناخذ مثال. طبعا راح تكون هذه الخريطة على صفحة، راح نجي مثلا الى ركتانجل، مثلا راح اجي ارسم مستطيل واختار طبعا دايمنشن راح يكون 5 متر في 4 متر، ومثلا في هذه المنطقة راح اعمل اوفست. نجي الى الامر اوفست، طبعا راح نحدد 0.25، ومن ثم طبعا راح نحدد هذا الجزء والى الاعلى. في حال لو عندي هذه غرفة وحبيت ارسم لها باب، طبعا اجي الى الامر لاين واتاكد ان الامر اوبجكت سناب مفعل، اضغط كليك ايمن اوبجكت سناب، الاند بوينت ميد بوينت سنتر ذن يكونن مفعلهن، وطبعا اجي اضغط كليك هنا، واجي يعني هنا اذا اجي ارسم، اذا لاحظ انه هذه النقطه هي القريبه، اذا اجي ارسم هنا اي نقطه ارسمها، بما انك عندي هنا نقطه خضراء فهذه راح تكون هي مثل المغناطيس راح تجذب النقطة الأخرى لللاين. فبيج حالة شنو أقدر أسوي؟ أقدر أروح إلى هذه النقطة وأمشي، يعني مثل ما نقول أحاول أخدع هذه النقطة وأرسم بهذا المجال، ومن ثم انتر. طيب، صار عندي هذا الخط، هذا الخط أقدر أسوي له أوفسيت. طبعا نجي إلى الأمر أوفسيت، وطبعا 0.25 أوكي، وطبعا اوفسيت راح يكون بهذه المسافة، وهذا الخط راح اسوي له اوفسيت 100. طبعا نجي الى الامر اوفسيت وراح نختار 100 سنتيمتر اللي هو 1 متر، وطبعا راح يكون بهذه الطريقة. جيد، الان راح اجي احدد، طبعا اضغط سكيب راح احذف هذا الخط اللي حددته ديليت. طبعا راح اجي الى الامر ترم واضغط على المفتاح انتر بهذه الطريقة، طبعا اصبح عندي مجال للباب. طبعا بامكاني انه يعني اعمل الباب بهذه الطريقة. طيب، اذا اجي هنا الى القائمة layers بهذه المنطقة، طبعا layers بالصفحة هوم، عندي هنا layers، عندي هنا بالأعلى إذا أجي أشاهد أنه عندي طبقة واحدة فقط اللي هي الطبقة اللي بيها الحوائط. طيب، كيف أضيف طبقة؟ أجي هنا إلى layer properties راح تظهر لي هذه اللوحة، عندي هنا
إذا أجي أخلي الماوس على هذه الأيقونة عندي New Layers، وعندي هنا طبعاً Layers VB Freeze، يعني بإمكاني إنه أخلي هذه الطبقة Freeze، يعني أجمدها بحيث ما أقدر يعني أتلاعب بيها. بعدين نجي نشرحها إن شاء الله. وهنا أنا طبعاً بإمكاني إنه أحذف الطبقة، راح أجي أختار New Layers. طبعاً بإمكاني أسمي هذه الطبقة Door مثلاً، يعني راح تكون هذه الطبقة خاصة للباب مثلاً بهذه الطريقة. هنا أنا طبعاً أقدر أختار اللون، مثلاً ممكن أخلي لون الأبواب باللون الأحمر. أيضاً بإمكاني أختار الخط، سمك الخط سميك ثخين رفيع، مثلاً ممكن راح أخليه ديفولت. جيد، الآن عندي طبقة اسمها دور، طبعاً بإمكاني إنه يعني أخفي بهذه الطريقة، أخفي القائمة. إذا أجي أضغط هنا أنا راح ألاحظ عندي طبقتين، عندي الطبقة الرئيسية وعندي طبقة دور. إذا أجي أحدد هذا الخط وأجي هنا أشاهده هو موجود بالطبقة الرئيسية. جيد، راح أجي أرسم الأبواب، وراح تكون الأبواب بالطبقة دور. راح أجي أحدد الطبقة دور، طبعا لابد أنه أنا كل شيء ما محدد يعني هنا أنا بالورقة الرسم، وأجي أختار دور. في حال لو أنا محدد وأجيت أختار الدور راح تنتقل هذه الرسومات للطبقة، راح يحول ليها للطبقة دور. طيب أنا أريد أرسم رسم جديد بالطبقة دور، فأجي إلى الأمر لاين وأرسم مثلا هنا الخط راح يكون 1 متر. طبعا أجي هنا إلى مثلا Start and Radius، اختار هذا البداية Start، وطبعا هذه النهاية، وهذا Radius اللي هو طبعا راح يكون نصف قطر هذه الدائرة. Radius راح تكون هذه النقطة. جيد، إذا لاحظ هنا رسم لي الباب باللون الأحمر. طيب ليش؟ لأن هنا عندي الباب هو بالطبقة اللي هي لونها أحمر. جيد، في حال لو كان عندي شباك بنفس الطريقة، أجي هنا أرسم خط. طبعا احنا عرفنا انه نرسم يعني الخط بهذه الطريقة. وطيب نجي الى الاوفست مثلا بهذه الطريقة، نجي الى الاوفست ممكن نختار نص متر يعني 0.5، وطبعا راح تكون بهذه الطريقة. واجي الى الاوفست مرة ثانية وراح يكون متر ونص 1.5 بهذه الطريقة. طبعا هذه راح تكون شباك. راح اضغط على اسكيب حتى انهي الامر اوفست، راح اجي اتخلص من هذا الخط. طيب طبعا راح اجي ارسم خط بهذه الطريقة، بهذه الطريقة. اوكي، طيب الان راح اجي ارسم خط بالمنتصف، هذا الخط الى هذا الخط المنتصف. جيد، الان راح اجي الى الامر اوفست. طبعا هذه المسافه من هنا لهنا 10 سنتيمتر ومن هنا لهنا 10 سنتيمتر، احنا نريد بالمنتصف يعني 5 سنتيمتر و5 سنتيمتر. ال5 سنتيمتر هي 0.05، فراح نجي نخلي الاوفست اللي هو راح يكون 0.05، وطبعا راح يكون خط الى الاعلى وخط الى الاسفل، طبعا راح يكون هذا هو الشباك. طبعا بامكاني احذف هذا الخط او اخليه، لا بأس، اكو مهندسين يخلوه، اكو مهندسين يحذفوه، لا بأس. اذا الاحظ هنا عندي الطبقة الخاصة بالابواب والشبابيك اللي هي باللون الاحمر، طبعا بامكاني انه اخفي وليس احذف، بامكاني انه اخفي. اذا الاحظ هنا عندما اجي اخفي فقط اطفي الجلوب، اختار هنا تيرن اوف. اذا الاحظ انه تم اخفاء طبقة الشبابيك، اذا اردت اظهرها فقط اظهر على المصباح راح تظهر. طيب في حال انه اقدر اقفلها يعني نهائيا ما اقدر احدد ولا اقدر اتعامل وياهن، شوف عندما اجي اريد اشتغلهن راح يظهر لي علامة القفل هذه، اذا تشوفوها ولو صغيرة يعني معناتها الطبقة مقفولة. اقدر اتعامل ويا هذه الرسومات، ولكن الابواب والشبابيك ما اقدر اتعامل وياهن. ليش؟ لان الطبقة مقفولة. طبعا اقدر بالعكس، اقدر اقفل الطبقة الرئيسية هنا، واذا تلاحظون مقفولة ما اقدر اتعامل وياهن. اقدر اتعامل فقط مع الابواب والشبابيك مثل ما تلاحظون،
طبعا نقدر نتحكم، ولكن هنا مقفولة ما أقدر أتلاعب بهذه الرسومات. طبعا موضوع الطبقات موضوع مهم جدا وراح يفيدني ويسهل علي جميع الرسومات الضخمة. طيب ممكن ناخذ بعد مثال أكثر، ممكن راح نفتح القفل. طيب طبعا ممكن أجي إلى Layer Properties وممكن أضيف طبقة جديدة، ممكن أسميها Text كتابات، جيد. وممكن طبعا تكون باللون الأصفر مثلا، موافق. الآن حتى أفعل هذه الطبقة أجي أختارها من صندوق الطبقات، ممكن أجي إلى Text، ممكن أختار الأمر Multi Text، ممكن بهذه الطريقة، ممكن أكتب، ممكن نكتب غرفة، جيد. طبعا ممكن نصغر حجم الخط، يعني ممكن نجي هنا نختار نكتب 0.5 مثلا، وهكذا. ممكن أجي هنا أضغط على Close. طبعا هذا موضوع النصوص راح تكون إن شاء الله بمحاضرة مختصة إن شاء الله، جيد. إذا ألاحظ أنه عندي هذه هنا غرفة بإمكاني أنه أتعامل وياها، طبعا بإمكاني أنه أقلل من مربع النص الخاص بالغرفة. طبعا إذا ألاحظ هنا عندي طبقة للنصوص وطبقة للأبواب وطبقة للعناصر الرئيسية، وأيضا بإمكاني أتنقل، يعني بإمكاني أنه أخلي هذا النص بنفس طبقة الدور، فقط أحدده وأجي أختار طبقة الدور الأبواب راح يكون بنفس الطبقة، وأقدر أنقله أيضا إلى طبقة التكست. ولكن موضوع الطبقات مهم جدا حتى نقدر نتعامل ويا كل عنصر بمفردة من خلال الطبقات. نواصل معكم إكمال رسم خريطة منزل، وطبعا وصلنا إلى هذه المرحلة في المحاضرات السابقة. طبعا راح نجري عملية تنظيف للحوائط طبعا من خلال الأمر Trim. نجي إلى الأمر Trim ونضغط طبعا Enter. لاحظ أنه لابد أنه هذا الحائط يكون متصل، فنجي نحذف هذا الجزء وأيضا نحذف هذا الجزء، ممتاز. لاحظ أيضا هذه المنطقة لابد أنه تكون متصلة، يعني هو حائط متكامل، جيد. ايضا هذا الجزء يتم حذفه، ممتاز. طبعا نجي الى هذه المنطقة، طبعا اذا لاحظ انه عندنا بعض الخطوط مكونة من خطين فلابد انه نعيد مسحها مرتين. ايضا لابد انه هذا الجزء يكون متصل. طبعا هو الفكرة انه لابد انه جميع الحوائط تكون متصلة مع بعض، يعني وكأنما نقطة مي تبدي من هنا وتنتشر بكل الاطراف وترجع بنفس المنطقة. لاحظ انه راح يكون انسداد هنا، فلابد انه يعني يتم فتحها. ايضا هذا الجزء طبعا فقط نلاحظ انه هنا عندنا هذا خط واحد، ممكن نعم نجي نحدده وديليت، نرجع الى الاداة تريم، انتر، لابد نجي نضغط على هذا الجزء. ايضا طبعا بامكاننا نضغط بهذه الطريقة نمسح، جيد. الان عندنا هذا الجزء يحتاج الى مسح، هاي المنطقة كلها تقريبا تم تنظيفها، جيد. الآن عندنا هذا الجزء، وطبعا هذا الجزء، وهذا الجزء، ممتاز، جيد. الآن أكملنا تنظيف الخريطة. الآن راح نجي نرسم الأبواب. قبل ما نرسم الأبواب والشبابيك لابد أنه نفتح فتحات للأبواب. طبعا اذا لاحظ انه هذه عندي صالة، وطبعا عندي هذه غرفة وهذه غرفة، راح يكون باب هذه الغرفة من هذه المنطقة وباب هذه الغرفة من هذه المنطقة. واذا نشاهد الخريطة الاصلية، جيد. اذا لاحظ انه عندنا حمام هنا نشوف موجود بالخريطة، ما موجود طبعا الرسمة لابد، هذا هو حمام. طبعا هذا حمام تابع للغرفة، لابد انه يكون الى باب هنا. طبعا متر ونص هو الصافي. طيب قبل كل شيء نجي نرسمه، نضغط على هذا الخط او نجي الى offset وراح نكتب متر ونص 1.5 ونحدد هذا الخط،
جيد. الآن راح نجي نرسم خط آخر بالأوفست من خلال نكتب 0.25. جيد، راح نجي نحدد هذا الخط وبهذه الطريقة. الآن راح نجي إلى التريم، انتر، راح يكون بهذه الطريقة. جيد الآن. طيب الآن عندنا هنا باب وعندنا هنا باب. طيب شنو فكرة الباب؟ فكرة الباب انه يبعد عن الخط الرئيسي ربع متر، اللي هو 25 سنتيم، يعني 0.25 من المتر. لابد انه يكون، يعني يفضل ان الباب ما يلتصق مباشرة بالحائط. طبعا في حال لو اضطر عدي الوضع ممكن انه اخليه ملتصق للحالات الضرورية اذا ما عندي مساحة، ولكن اذا عندي مساحة ضروري اخلي الباب يبتعد عن الحائط ربع متر حتى عد ما ينفتح الباب يكون اكو متسع للفتح. طيب لابد انه افتح فتحة، هذه الفتحة تكون متر، يعني عادة الابواب الرئيسية للغرف تكون متر و80 سنتيم للحمامات، يعني الأجزاء الثانوية الحمامات أو مثلا WC يكون 80 سنتيمتر، وفي الغالب تكون الغرف متر، وطبعا هو حسب اختياري، ممكن يكون 90 وممكن يكون متر و20 حسب، ولكن الستاندر متر. طيب فراح أفتح فتحة، هذه الفتحة متر تبتعد عن الحائط 25. طيب شلون اسوي هاي العمليه؟ عندي عده طرق. اسهل هذه الطريقه واللي انا دائما استخدمها، استخدم الخط المساعد. شنو هو الخط المساعد؟ اجي الى الامر لاين، ارسم خط هنا بنهايه الحائط بهذه الطريقه، انتر. طبعا اذا لاحظ انه اصبح عندي الخط باللون الاصفر. طيب ليش؟ لان اني بالمحاضره السابقه استخدمت الطبقه اللي هي باللون الاصفر. طيب فلابد انه الفتحات والخطوط الخاصة بالفتحات تكون بنفس الطبقة الرئيسية اللي هي بها الحوائط، فراح ارجع للطبقة الرئيسية وراح ارسم الخط المساعد بهذه الطريقة. طبعا حتى ارجع للطبقة الرئيسية اجي الى الامر لاين واختار الطبقة الرئيسية واجي ارسم الخط المساعد واجي الى الامر اوفست، راح اخلي هذا الخط يبعد ربع متر. طيب شلون؟ اجي اكتب هنا 0.25 وهذا الخط بعد ربع متر. جيد، الان راح انهي الامر اوفست واحذف هذا الخط. طيب ممكن واحد يقول زين قبل مباشرة نقدر نرسم هذا الخط؟ نقدر، ولكن هذه الطريقة اسهل. جيد، الان هذا الخط راح اخليه يبعد متر. طيب شلون؟ من خلال الامر اوفست، نجي نكتب هنا متر اللي هو 1 واخلي هذا الخط، هذا الخط يبعد متر. طيب اصبح عندي هذه المساحة، اجي الى الامر تريم، اضغط على انتر واحذف هذا الجزء وهذا الجزء، طبعا بامكاني بهذه الطريقة. طيب الان صار عندي فتحة بهذه الغرفة، بنفس الطريقة تكون عندي فتحة بهذه الغرفة اللي هو طبعا هذا الباب مثل ما تلاحظون. جيد، فبنفس الطريقة نرسم الخط المساعد بهذه المنطقة ونجي إلى الأمر Offset. طبعا نجي نكتب 0.25، طبعا بإمكاننا نعمل بسرعة. أيضا نجي مثلا إلى الأمر Offset مرة أخرى، نكتب 1 متر وراح يكون عندي المسافة متر. الآن أجي أمسح هذا الخط هذه الطريقة Delete وأجي إلى الأمر Trim Enter وامسح هذه الخطوط. صار عندي فتحة لهذه الغرفة وفتحة لهذه الغرفة. بامكاننا نجري فتحة للحمام، وطبعا راح تكون 80 سنتيمتر وراح يكون المساحة اللي تبتعد عنها 20، ممكن تكون 15 لا بأس لان الباب صغير، ممكن تكون 20. بنجي نرسم الخط المساعد. طبعا اذا لاحظ انه عندي عناصر الالتقاط، التقط عندي النص، بامكاني انه اروح للنص واسحب بهذه الطريقة. طبعا حسب التصميم ممكن يكون الباب بهذه الطريقة، ممكن يكون الباب بهذه المنطقة، حسب، لا يوجد قانون ثابت. طيب راح نفترض ان الباب يكون بهذه المنطقة، اذا كان في هذه الجهة يبتعد عن هذه الجهة وتبدأ الفتحة هنا، واذا كان بهذه الجهة يبتعد عن هذه الجهة اللي هي 20 وتكون الفتحة هنا. طيب الان راح نجي الى الامر offset وراح تكون 0.2. جيد، الآن راح نجي إلى الأمر Offset أيضا
وطبعا راح يكون عندي 0.8 بهذه الطريقة. جيد. الآن راح أجي أمسح هذا الخط. طبعا أجي إلى الأمر تريم إنتر، وطبعا نفتح الفتحة لهذا الحمام. جيد. الآن شنو عندي؟ عندي هنا حمام أيضا يحتاج إلى فتحة. طيب أيضا بنفس الطريقة نجي نرسم خط، وطبعا نجي إلى الأمر أوفست بنفس الطريقة نختار 0.10. لا بأس إنه تكون 10، 0.1 لا بأس، ولا بأس تكون 15. يعني نجي إلى الأمر أوفست 0.15. جيد. الآن نجي إلى الأوفست مرة أخرى، وطبعا نكتب مثلا 0. لا بأس يكون 75، أيضا ممكن الباب يكون 75، وبهذه الطريقة. ولا بأس أيضا يكون 80، أيضا يعني الخيار لكم، ما به المقاس ثابت، يعني ممكن يكون باب 80 ممكن يكون 70. نجي إلى الأمر تريم إنتر، وطبعا ننظف بهذه الطريقة ونمسح هذا الخط اللي رسمناه بالبداية. طيب الآن عندي هنا هذه الطريقة، هذا مطبخ عندي هنا راح يكون باب، وممكن هنا يكون الباب، ممكن هنا عندي طبعا أيضا بهذه الخريطة طبعا عندي هنا باب، تأكد عندنا هنا باب راح يكون للصالة وباب راح يكون للمطبخ. جيد. عندنا هنا باب ركن، طبعا راح نستخدمه بعدين هذا الباب الركن، كلش سهل. جيد. عندنا هنا باب راح يكون وشباك طبعا للمطبخ، هنا راح يكون باب، وهنا باب، وهنا باب، وأيضا عندنا بهذه المنطقة باب. جيد جدا. الآن نجي نفتح الفتحات، طبعا راح يكون عندي خط هنا، وطبعا عندي خط راح يكون هنا. نجي إلى الأمر أوفست، طبعا نكتب 0.25، وطبعا نستخدم هذه الطريقة، وطبعا راح نجي نحذف الخطين. نجي إلى الأمر أوفست، وطبعا راح يكون عندي متر بهذه الطريقة. نجي إلى الأمر تريم إنتر، هذه فتحة صار لهنا وفتحة لهنا. جيد. عندي هنا فتحة، فنجي نرسم خط، نجي إلى الأمر أوفست 0.25، وطبعا نجي إلى الأمر أوفست، والأمر تريم إنتر، نتخلص من هذه المنطقة، وطبعا نجي نمسح هذا الخط. جيد. أصبح عندي هنا باب. طيب هنا عندي الباب، فقط نتأكد الباب بأي منطقة هنا صاير. طبعا هذه الطريقة، نجي إلى الأمر أوفست 0.25، وطبعا أوفست لا بأس إنه يكون متر. ليش؟ لأن هذا باب منور، فممكن يعني ندخل أغراض إليه. فنجي نمسح هذا الجزء، وطبعا تريم إنتر، خلص من هذه المنطقة. الآن أعتقد فتحنا كل الفتحات، فقط نتأكد ما عدا الاستقبال. نعم، ما عدا الاستقبال، وعدنا الباب الرئيسية طبعا، طبعا اللي هي راح يكون مترين. جيد. فطبعا نجي هنا نرسم خط، نتخلص من السناب، ممكن نخلي الماوس عليه ونسحبه، نخلي الماوس عليه ونسحبه بهذه المنطقة. جيد. الآن أيضا نجي إلى الأوفست،
طبعا 0.25 بهذه الطريقة. نجي للأوفسيت مرة ثانية، راح يكون عندي 2 وليس 1. ليش؟ نعدي هنا باب طلاقتين يسميه أو فتحتين، فاثنين انتر، نحدد هذا الجزء. طبعا نجي إلى تريم انتر، لابد انه نضغط انتر مع التريم. ممتاز. الان عندي الركن الخاص بالاستقبال. ممتاز. الان عندي الباب الخاص بالاستقبال وعندي الشبابيك. راح نرسم الشبابيك، طبعا راح اقدرهم تقدير، يعني ما مكتوب ابعاد للشبابيك. يعني مثلا هذا ممكن يكون مترين باعتبار انه استقبال، فمترين راح يكون هذا الشباك، يبعد متر عن الحائط ويكون مترين سمكة. فرح نجي نرسم هنا خط بهذه الطريقة، وطبعا نجي إلى أترم، راح يبعد متر، فراح يكون متر بهذه الطريقة. طيب الآن الشباك راح يكون متر ونص، ممكن مترين هواي. بنجي إلى أترم، نكتب 1.5 متر ونص ممكن، وممكن يكون مترين لا بأس، ممكن يكون مترين. يعني هنا تقدير ما محددهن المصمم. مترين جيد. هذه فتحة لي هذا الشباك. ممتاز. طيب الآن شنو عندنا؟ عندنا هنا طبعا هذه كلها متر وخمسة وسبعين، فممكن انه الشباك هذا يكون متر، يعني هنا 35 ب35 ممكن يكون متر. جيد. يعني يكون بالمنتصف. فنجي هنا نرسم خط هذه المنطقة، انه هذا عندنا جزء مطبخ حار، فلابد انه يكون به شباك كبير، فراح يكون متر. نجي الى الامر اوفسيت، راح يكون 35، يعني 0.35، بس نتأكد من الأوفسيت 0.35. ممتاز. الآن نجي إلى الأوفسيت مرة ثانية وراح نكتب 1 متر. ممتاز. الآن راح أجي أتخلص من هذا الخط، وطبعا ما راح احذف هذه المنطقه، لا احذفتها راح تكون باب، لا شباك راح تكون موجوده، ممكن بعدين راح نخصرها، راح نتعلم كيفيه ترسم الشباك، فقط حاليا نقطعها. طيب هنا طبعا عندنا كل هاي المنطقه كلها شباك، يعني فقط انه تحتاج خط هنا، فقط ننتبه. نعم كلها شباك هذه المنطقه. ممكن عندنا هنا زعنفه قصيره 10 سنتيمتر أو ممكن 15 سنتيمتر، ف 0.15 ممكن بهذه الطريقة، وهذا الجزء راح نحذفه، وهذا كله راح يكون شباك. جيد. طبعا عندنا الغرفة هذه شباكها على المنور، وهذه الغرفة أيضا شباكها على المنور، هذا أعتقد شباكها متر ونص، ما أعتقد تستحمل أكثر. نعم متر ونص، فممكن تبتعد نص متر. فنجي نرسم خط انتر، ولا بأس انه نرسم خط بهذه المنطقة حتى يكون شباك الخط الغرفة الثانية. نجي الى الامر اوفسيت، ممكن تبتعد 75 او 50 0.5، ومن ثم متر ونص بالاوفسيت 1.5. ممتاز. الان طبعا هذا الخط ما راح نحتاجه. الان هنا ممكن نص متر ايضا بالاوفسيت 0.5. طبعا نشوف انه مترين لو متر ونص، لاحظ انه هذا الجزء اكبر من هذا الجزء، فراح يكون مترين اوفسيت. طبعا هنا لين عندنا حمام فراح يكون متر ونص، هنا ما عندنا شيء فراح يكون مترين، راح يكون بهذه الطريقة. طبعا هذا الجزء ديليت، هذه الغرفة هذا شباكها، وهذه الغرفة هذه شباكها. جيد. عندنا هنا شباك راح يكون بهذه المنطقة 50 سنتيمتر،
يبعد ربع متر، فنجي بهذه المنطقة نرسم خط، وطبعا نجي إلى offset 0.25 يبعد ربع متر، وراح يكون 50 سنتيمتر 0.5. هذا هو الشباك، طبعا لا بأس ان يكون بالنص ولا بأس ان يكون بالطرف، ممكن نحاول يكون بالنص اجمل، فممكن نخلي 50 او 75، 50 اعتقد مناسب، يعني 50 يعني 0.5 جيد. الآن offset أيضا 50 0.5 أجمل الآن جيد. الآن هذا شباك الحمام، فقط الصالة، هذه الصالة تحتاج إلى شباك، نشوف شباك الصالة، طبعا هذا هو شباك الصالة هنا هذه المنطقة، يبدو انه 50 شباك، فممكن نجي نرسم خط بهذه هي الطريقة ونشوف طبعا ايش قد المساحة. طبعا نجي الى الامر offset، ممكن 0.20 ومن ثم 50، او هذه كلها تكون شباك بجانب الباب، فهذا الجزء ينحذف، فصار هذا شباك للصالة، وطبعا هذا شباك الاستقبال، شباك المطبخ، وهذا شباك الحار، المطبخ الحار، شباك الحمام. اعتقد انه البيت كله اصبح بشبابيك، فقط نتأكد. هذا شباك رسمناه، وهذا رسمناه، وهذا رسمناه، ايضا هذين الشباكين رسمناهن، وهذين الشباكين رسمناه. الان اكملنا تنظيف الخريطة مع تقطيع الفتحات الخاصة بالشبابيك والابواب. نواصل معكم رسم خريطة منزل، وطبعا بالمحاضرة السابقة وصلنا إلى فتح الفتحات الخاصة بالأبواب والشبابيك، وفي هذه المحاضرة راح نرسم الأبواب والشبابيك. ومثل ما تعلمنا أنه سوينا مجموعة طبقات، من ضمن هذه الطبقات طبقة سميناها دور، واللي راح يتم رسم الأبواب والشبابيك بها، فلابد أنه نختارها قبل ما نجي نرسم. وطبعا لاحظ أن الباب يتكون من خط، هذا الخط يكون متر طوله، 1 متر، وطبعا راح يكون عندنا قوس. اذا كان عندي الباب متر فالخط راح يكون متر، ليش؟ لان هذا الخط نفسه راح يفتر الى نهاية الباب. واذا كان عندي 80 او 75 راح يكون الخط 75 جيد. طيب الان راح نجي نختار القوس، طبعا من ضمن هذه الاقواس اي قوس، مثلا راح اختار start and radius. طيب نجي نرسم من هذه النقطة من النهاية، ومن ثم من الركن الخاص، يعني من نهاية الخط، ومن ثم نحدد ركن، ومن ثم نحدد نصف القطر، طبعا يطلب من عندنا نصف القطر اللي هو بداية الخط، يعني نهاية خط، ركن، بداية خط. طبعا نصف القطر هذا هو نفسه، طبعا نعتبر هاي دائرة، فنصف قطرها هي هذه المنطقة، فنجي نحدد هذا الجزء. ممتاز. طبعا بإمكاننا نحول هذا الباب إلى جروب، نحدد هذا الجزء وهذا الجزء، ونضغط كليك ايمن، وطبعا نختار جروب هذا الجزء. ممتاز، اصبح عندنا جروب. جيد، بامكاننا انه نستنسخ هذا الباب. طيب كيف نستنسخ الباب؟ نجي الى الامر كوبي، نحدد هذا الجزء، انتر، نحدد نقطة طبعا ممكن نخليه بهذه المنطقة ونعمل له ميرر. طيب شنو يعني ميرر؟ ميرر يعني انعكاس. طيب نجي الى الامر هذا ميرر، نضغط عليه، طبعا راح يقول لي select object، حدد لي العنصر اللي تريد تسوي له ميرر، هذا العنصر، نضغط على انتر، راح يقول لي حدد لي نقطة الانعكاس، تريده من هنا بالاسفل ينقلب هيك يصير، لو تريده من هنا يكون بهذه الطريقة، فراح اجي اضغط هذه النقطة وهذه النقطة. طبعا راح يقول لي انت متأكد انه راح تسوي ميرر؟ راح اقول له يس، اضغط على يس،
راح يكون عندي ميرور، يعني يا اما استخدم الميرور يا اما ارسم من جديد. طيب بهذه الطريقة عندي هذه البابين نفسهم راح يكون هنا، فبإمكاني انه استنسخهم، فاجي الى الامر كوبي، احدد هذا الباب ونحدد هذا الباب، اوكي. بعدين نجي نحدد نقطة النقل، راح يكون طبعا نقطة النقل مو الاعلى، نقطة النقل راح تكون هذه، ليش؟ لان راح نسوي ميرور الى الاسفل، فهذه نقطة النقل، انتر. الان راح نجي الى الامر ميرور، نختار ميرور. طيب راح يقول لي حدد لي الاشكال اللي تريد تسوي لها ميرور، هذا وهذا، انتر. راح يقول لي حدد لي الخط الفاصل اللي تريد تسوي له ميرور منها، وطبعا هنا راح يقول لي انت متاكد؟ طبعا يا اما اضغط حرف واي من الكيبورد، يعني هنا أنا اجي واي انتر، يا اما اضغط كليك بالماوس على يس. جيد، الاحظ صار عندي بابين بهذه المنطقه. جيد، ممكن عندنا هنا باب، فهذا الباب ممكن هذا نفسه نسوي له ميرور، نفس هذا الباب نسوي له ميرور هنا. فطبعا نجي الى كوبي، نحدد هذا الجزء، انتر. النقل راح تكون بهذه المنطقه، طبعا نكبر الباب. وين راح يكون؟ راح يكون الى الداخل. لاحظ ان الباب راح يكون الى الداخل هذه المنطقه، انتر. جيد، تاكد، ممتاز. الان عندنا هذا باب وعندنا هذا باب. جيد، الان عندنا هنا عندنا باب وهنا باب وهنا باب، طبعا هذا ايضا باب متر. فنجي الى طبعا هذا الجزء، اختار كوبي، راح نحدد هذا الباب، انتر. نقطة النقل طبعا راح تكون هذه هنا، ممتاز. الان الميرور ما راح يعني ترهم ويانا، اذا قلبناه بالعكس ما راح يكون صح، قلبناه بالعكس ايضا ما راح يكون صح، فراح نستخدم الامر روتيت. نجي الى الامر روتيت اللي هو دوران، فراح يقول حدد لي الشكل، نحدد هذا الشكل، انتر. نقطة الدوران منين؟ من هذه، انتر. راح يقول حدد لي الزاوية، طبعا يا اما احدد يا اما فقط اضغط هنا كليك، اوتوماتيكيا راح يكون الباب بهذه الطريقة. الان راح نحتاج انه نعمل ميرور، طبعا اسف انا المفروض اخذ كوبي من هذا الجزء وليس هذا الجزء، اخذت هذا الجزء، طبعا يا اما هذا الجزء اضيفه هنا يا اما هذا نسوي له ميرور. طبعا شلون نسوي له ميرور؟ لازم ميرور وموف، يلا لا بس فرصه انه نتعلم الامر موف. فنجي الى الامر ميرور، نحدد هذا الجزء، انتر. ونجي نحدد النقل هذا الجزء، انتر، ومن ثم يس، فقط نتأكد، نعم. الآن نجي إلى الأمر موف، نحدد هذا الجزء، انتر. نقطة النقل يا هي هذه نقطة النقل، نخليها بهذه المنطقة. جيد، الآن كملنا الأبواب المتر. طبعا فقط عندي هنا الباب اللي بزاوية باب الاستقبال، وعندي هنا السلم راح نتعلمه إن شاء الله بالمحاضرة القادمة. جيد، الآن نجي نعمل الأبواب الخاصة بالثمانين سنتيمتر. طبعا ما أعرف أنا هذا سويته 75 أو 80 ما أتذكر، فراح أجي دايمنشن. طبعا إذا لاحظ الأبعاد كبيرة جدا 80. طبعا أكو عندي طريقة أقدر أقيس من دون أن أستخدم الدايمنشن، فقط أغير إنجليزي وأكتب distance di، فقط أكتب di راح تظهر لي هذه علامة المسطرة، واجي احدد منها اللي هنا انا، فراح يعطيني 0.8. جيد، فاذا عندي هنا 80، فراح نجي نرسم خط، طبعا هذا الخط راح يكون 80 يعني 0.8، ممتاز. وراح يكون عندي قوس من هنا، هذا القوس طبعا راح اجي اختار ستارت اند راديوس، طبعا راح يكون هذه البدايه، اعتقد راح يكون عندي بالمقلوب. جيد، ليش؟ لان دائما بالانجليزي يبلش من اليسار، انا بلشت من اليمين، فلابد ان نجي نبلش من اليسار. طبعا نجي نحدد هذا الجزء، ومن ثم هذا الجزء، ومن ثم هذا الجزء. جيد، هذا الباب عندي كمل. بامكاني انه اعمل جروب لهذا الباب، طبعا احدده كليك ايمن، وطبعا جروب، وايضا بامكاني اخذ كوبي من هذا الباب، انتر. وطبعا نقطة النقل راح تكون هذه،
وطبعا اذا لاحظ انه عندي الاورثو مفعل راح الغيه حتى اقدر اتحكم براحتي، راح اخليه بهذه المنطقه. جيد، الان احتاج روتيت للباب. طبعا اجي الى روتيت تدوير، نحدد هذا الباب، وطبعا هذه راح تكون نقطة التدوير. جيد، الآن تقريبا الأبواب كملت ما عدا فقط هذا الباب. أيضا عندنا هنا باب لا بأس أنه الرسم حاليا باب الرئيسي. طبعا نجي إلى كوبي، راح يقول لي حدد لي الباب هذا، نقطة النقل هذا، وطبعا راح تكون هنا. ممتاز، أيضا راح أخذ كوبي أيضا للباب نفسه، انتر، نقطة النقل هذا طبعا راح يكون هنا. ممتاز، الآن راح أجي أعمل ميرر لهذا الباب حتى يكون معكوس. إذا لاحظ هنا أنا معكوس عندي، فراح نجي إلى الأمر ميرر، راح يكون عندي الانعكاس بهذه المنطقة، انعكاس عمودي. نحدد هذا الجزء وهذا الجزء وراح أضغط على يس. جيد، رسمنا الباب الرئيسي. الآن نجي إلى الشبابيك. طبعا الشبابيك سهلة إن شاء الله، فقط يحتاج لها شوية تركيز. نجي نحدد لاين ونرسم خط بمنتصف الفتحة اللي حددناها، احنا مو حددنا هذه الفتحة، نرسم خط بالمنتصف. جيد، وأيضا خط بالمنتصف. ممتاز، الآن نجي نرسم خط، نضغط انتر حتى يرجع مرة ثانية يضير. استخدمنا الأمر لاين، خط بالمنتصف بهذه المنطقة، وطبعا خط بالمنتصف. أيضا عندنا بعد خطوط بالمنتصف هنا. أيضا خط بالمنتصف. لاحظ انه هذه بها شباك، هذه بها شباك، وهذا شباك. جيد، الان راح نجي، طبعا فقط عندنا هنا شباك يعني نسيناه، راح نرجع للطبقة الرئيسية اللي هو شباك هذا الحمام. ضروري بالطبقة الرئيسية نرسم خط، وطبعا نجي الى الامر اوفست، وطبعا 0.25 بهذه الطريقة. الآن offset 50، 0.5 بهذه الطريقة. طبعا سوري 50 لابد، نجي إلى offset مرة ثانية، 0.5 بهذه الطريقة. جيد، الآن نرجع إلى طبقة الدور، نرسم خط. ممتاز، الآن راح نجي نعمل offset لكل خط بسمك 5. فنجي إلى offset، وطبعا نختار 0.05 يعني 5 سنتيمتر. موافق، نجي نعمل offset. طبعا راح يكون offset للأعلى وoffset للأسفل. تأكد بنفس الطريقة، offset لأعلى، offset للأسفل بهذه الطريقة. طبعا هنا فقط نحتاج أن نرسم خط بالمنتصف، نسينا هذا شباك مطبخ. أيضا offset بنفس المساحة، ممتاز. طبعا بإمكانكم أن تحذفون الخط اللي بالمنتصف، بإمكانكم تخلوه لا بأس، الأمرين صحيحات والخيار لكم. الآن أكملنا رسم الأبواب والشبابيك الخاصة بهذه الخريطة. نواصل معكم رسم خريطة منزل بواسطة برنامج أوتوكاد، وطبعا وصلنا إلى رسم الأبواب. طبعا فقط عندنا بهذه المنطقة عندنا باب مكسور بزاوية معينة، وطبعا هذا الباب هو 1 متر تقريبا. فحتى نكسر
هذا الركن. هنالك امر، طبعا هذا الامر موجود ويا الفلت لانج هنا، الامر اللي هو اسمه تشامفر. الامر تشامفر بمجموعه من الخيارات، من ضمن هذه الخيارات هو دستانس. الدستانس يطلب من عندي تحديد المساحه من هنا وتحديد مساحه من هذه المنطقه، مثلا من هذه المنطقة 1 متر ومن هذه المنطقة 1 متر، راح يوصل خط بيناتهم ويحذف الجزء الباقي، يكسر المساحة. طبعا هنا حتى نحصل على وتر 1 متر فراح نسوي مساحة 75 سنتيمتر من هنا و 75 سنتيمتر من هذه المنطقة، المساحة اللي بيناتهم الوتر راح يكون 1 متر. فبعد ما اختارنا تشامفر نجي نختار دستانس، راح نجي نكتب هنا 0.75 متر، 0.75 متر للطرف الثاني، فراح احدد هذا الجزء وراح احدد هذا الجزء، راح يكسر لنا ياهن بهذه الطريقه. طيب ما ممكن انه اسوي تشامفر بنفس المساحه لهذه المنطقه، طيب شنو اللي اسوي؟ لابد ان اسوي اوفست بهذه المنطقه حتى تعطيني كسره اخرى. طيب فاجي الى الامر اوفست بهذه المنطقه، وطبعا راح اكتب 0.25 اللي هو المساحة، مساحة الحائط، فراح أحدد هذا الجزء وراح يكون إلى الخارج بهذه المنطقة. جيد، الآن أجي إلى الأمر تريم، أضغط على إنتر، راح أتخلص من هذا الخط بهذه المنطقة، وراح أتخلص من هذا الجزء، راح أتخلص من هذا الجزء، أصبح عندي بهذه الطريقة. جيد، طيب الآن راح أجي أرسم الباب، وضروري جدا أجي هنا أتأكد أنه خيار الطبقة الدور، وطبعا أجي الى الامر لاين، ارسم خط وليكن خط يعني بزاوية قائمة او يعني باي مثلا هذه الزاوية، راح اكتب 1 متر، انتر. جيد، الان راح اجي الى روتيت، الامر روتيت، راح احدد هذا الخط وانتر، ومن ثم راح احدد زاوية الدوران، طبعا راح تكون بهذه الطريقة، يعني راح يكون خط موازي مع هذا الخط بهذه الطريقة. جيد، الان راح اجي الى الامر ارك، واختار طبعا start and radius، طبعا راح اختار مثلا هذه الزاوية نجرب، ومثلا هذه الزاوية، ومن ثم راح يكون هذا هو الراديوس. ممتاز، الان راح اجي ارجع الى الطبقة اللي هي طبقة الابواب اللي هي اسمها 0، طبعا بامكاني انه يعني اتحكم بها لكن راح اخليها كما هي. اجي الى الامر لاين، وطبعا راح ارسم بهذه المنطقة، وراح ارسم خط بهذه المنطقة أيضا. ممتاز، الآن راح أجي إلى الأمر ترم، أضغط على الأمر إنتر وأحذف هذا الشكل. جيد، الآن أصبح عندي الباب جاهز. طيب بعد ما رسمنا الأبواب راح نجي نرسم الأبعاد، والأبعاد إذا نجي هنا عندنا طبعا دور وعندنا تكست اللي راح تكون بها الكتابة، فراح نضيف طبقة جديدة، وطبعا أجي هنا إلى Layers Properties، عندي هنا 3 طبقات، راح انشئ طبقة جديدة راح اسميها مثلا ديم اللي هي اختصار دايميتر، مثلا ديم مثلا بهذه الطريقة، وطبعا راح اختار لها لون اللي هو مثلا راح يكون لون اخضر. ممتاز، راح اغلق اللاير ستايل. بالبداية لابد انه نعرف الابعاد، طبعا اذا اجي هنا على الانوتيشن عندي هنا الابعاد، اذا اجي اضغط هنا كليك واختار مثلا البعد اللينير، فاجي هنا ارسم خط وارجي هنا كليك، راح الاحظ انه السهم كلش كبير والرقم كلش كبير، اي ان نحتاج ننسق الابعاد. جيد، شلون انسق الابعاد؟ اجي طبعا هنا بمربع الحوار اكتب حرف دي ومن ثم انتر، راح تظهر لي هذه القائمه. طبعا راح اجي اضيف تنسيق جديد للابعاد من خلال اجي الى الامر نيو، وطبعا راح يعني مثلا اسميه مثلا بهاء، لا على التعيين باي اسم، ومن ثم اجي الى current، راح تظهر لي هذه. طبعا هذه القائمه بها مجموعه من الاعدادات، طبعا عندنا هنا مثلا lines اللي هو الخطوط، اولا الكولر راح يكون بلون اخضر حتى يكون لون يعني مغاير، لان الاصفر راح يكون مثلا ممكن للنصوص والاخضر راح يكون لل ابعاد. ايضا هنا عندنا طبعا هنا لون الاسهم اللي هو بالاخضر، عندنا هنا لون الخط هذا اللي هو المحاكي للسهم، فايضا راح يكون هنا اخضر. جيد، مثلا عندنا هنا ممكن يكون 0.5 مثلا. جيد، طبعا نجي نعدل بهن واحده واحده، مثلا نجي الى مثلا سامبل اند ارو، مثلا بامكاننا نتحكم بحجم السهم مثلا 0.5
بهذا الشكل. وهنا أنا طبعا نختار above dimension text حتى يكون موازي، يعني هنا يكون مختلف موازي. الآن نجي إلى text، راح نغير التكست كولر إلى أخضر بهذا الشكل. وطبعا نجي إلى حجم التكست، مثلا ممكن يكون 0.5، ومن ثم موافق، ومن ثم كلوز. طيب نجي نجرب ونشوف شنو العائق. نختار القياس الخطي مثلا بهذه هي الطريقة، بهذه الطريقة مثلا، ممتاز. نلاحظ أن البعد، ما عدا أنه عندنا الخط هذا كلش كبير، والأوفسيت المساحة أيضا كلش كبيرة. طيب الآن نجي نعدل، طبعا نضغط على دي انتر، وطبعا بها نجري له موديفاي. نجي هنا عندنا طبعا عدد الدم لاين هنا اللي هو مساحة الخط 1.5، نخلي مثلا 0.2، ومثلا الأوفسيت اللي هي المساحة ممكن نخلي 0.1. نجرب ونشوف العملية. جيد، الآن ممتاز، عندنا هنا 10، ولو طبعا رقم كبير، والسهم أيضا كبير، ممكن أيضا نتحكم بهن. طبعا نضغط على دي انتر، وطبعا نجي إلى موديفاي، نجي طبعا هنا إلى الأسهم، ممكن يكون 0.2، وطبعا نجي إلى التكست 0.2، ومن ثم موافق، ومن ثم كلوز. إذا نجي هنا طبعا نتحكم، ممتاز، ولو 2 قليل ولكن مقروض، خصوصا إنه إذا كان عندنا مساحات صغيرة. طبعا لا بأس إنه يكون 3. موديفاي 0.4 لا بأس يكون، وطبعا السهم ممكن يكون 0.3. جيد، الآن راح نحذفه، وطبعا راح نجي إلى اللاين، ممتاز. طبعا عندنا هذا بعد، نجي إلى الأمر لاين أيضا خط، وطبعا راح نضيف بهذه هي الطريقة 20، صار عندنا هاي القطعة اللي هو 20 × 10. جيد، الآن راح نجي نضيف أبعاد، طبعا نجي إلى الأمر لاين، نضيف أبعاد هذه الغرفة، طبعا نضغط هنا كليك، وهنا كليك بهذه هي الطريقة. بإمكاني أضغط على انتر حتى أعيد بنفس الأمر، مثلا هنا أيضا ممكن بهذا الشكل، أضغط على انتر، نضيف البعد بهذا الشكل. طبعا بعد ما يحتاج أضيف هذا البعد لأن هنا موجود وموضح. طبعا أيضا ممكن على اللاين، طبعا بإمكاننا نضيف بقية الأبعاد، مثلا ممكن هذا البعد ممكن يكون بهذه الطريقة. أيضا بإمكاني أنه أضيف مثلا هذا البعد، مثلا ممكن طبعا، وهكذا أضيف بقية أبعاد الخريطة. طيب الآن عندما أجي أضيف النص، أجي إلى الطبقات، ضروري جدا أختار طبقة التكست، وأجي إلى التكست هذا، طبعا أجي هنا أضغط كليك وأختار ملتي تكست. جيد، راح أختار مثلا هذه المنطقة بهذا الشكل تقريبا. طبعا بإمكاني أنه أتحكم، مثلا هنا راح يكون 0.5 البعد هذه الطريقة، وأجي أكتب مثلا هنا غرفة، وطبعا بعدها كلوز. ممكن أدي غرفة، طبعا أقدر أتحكم بها من هنا، طبعا أيضا أقدر أخذ كوبي من هذه الغرفة، مثلا بهذه المنطقة ممكن هنا تكون غرفة. أيضا بإمكاني أنه أختار مثلا بهذه المنطقة، مثلا ممكن هنا استقبال، ممكن هنا يكون بهذا الشكل. طيب أقدر أجي أعدل مثلا هذه الغرفة، أضغط عليها دبل كليك وأمسح، أكتب مثلا صالة، هنا دبل كليك وأكتب مثلا مطبخ،
وايضا هنا انا دبل كليك واكتب مثلا حار، دبل كليك هنا انا مثلا اكتب استقبال، ومن ثم اجي الى كلوز، اعدل مثلا هنا انا اعدي كلمة استقبال، ممكن تكون بهذه هي الطريقة، يعني ممكن هنا بهذا الشكل. ممكن عندنا هذا المطبخ الحار، ممكن نخليه بهذه المنطقة، ممكن بهذا الشكل نخلي المطبخ النص. طبعا بهذه الطريقة قدرنا نكمل رسم الخريطة بأسلوب سهل ومبسط واحترافي في نفس الوقت. إن شاء الله تكون هذه المحاضرة مفيدة ومهمة للجميع.